صباح الخير يلي معانا يلي معانا الكروان غنى وصحانا وصحانا يا صباح الخير يلي يلي معانا يلي معانا يا صباح الخير يلي يلي معانا يلي معانا يا صباح الخير يلي معانا يلي معانا. الله ان شاء الله مع دمك ان شاء الله يا رب ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله مع دمك يا جميل يا جميل ان شاء الله مع دمك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله مع دمك. يلا يا حبيبي يلا يا روح قلبي يلا الفطار جاهز يلا يا راضي. ده ايه الروقان اللي على الصبح ده؟ ربنا يخليك ليا ويروق بالك يا رب. بس انتوا كده يا رجاله لا بيعجبكم العجب ولا الصيام في رجب. اذا الست تبقى كشره تقولوا لا دي كشره ودمها تقيل وحتى تجيب الخراب في البيت، واذا الواحده ضحكت في وشكم تتريقوا عليها. اهو ده اللي بناخده منكم. معاش معاش ولا كان اللي يتريق عليك يا نوجه، ده انت ست ستات، ده انت امرايه. ربنا يخليك ليا يا حبيبي. طب يلا بقى يلا كده حتة إن شاء الله مع دامك. وإنت كمان قولي إن شاء الله مع دامك. يلا حبيبي. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله مع دامك. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله مع دامك. يا جميل يا جميل إن شاء الله مع دامك. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله مع دامك. أهو. إيه ده إيه ده إيه ده؟ ده إيه الرضا ده كله؟ جرايا يا بنت، الناس بيقولوا صباح الخير يا ماما ويا بابا. صباح الفل يا قمر. يا صباح الياسمين يا صباح الهنا تسكر لماما. صباح الفل يا روح. امال باسم فين؟ مش هيصحى عشان يفطر معانا ولا ايه؟ معلش يا راضي يا حبيبي، الواد كان سهران طول الليل بيذاكر، قال له بالنبي يما تسيبيني انام لما اصحى لوحدي براحتي. اصلا ما عندوش محاضرات بدري. وانت بقى اللي عندك محاضرات عشان كده لابسه الحبل كله. على الحبل ايه يا ماما؟ دي اقل حاجه عندي. وبعدين يعني هو انتي ناسية ان بنتك في كلية الاعلام والمظهر حاجة مهمة جدا؟ يا خرابي يا خرابي على بنات الايام دي وشباب الايام، شدامن الكمبيوتر والنت هنعمل ايه؟ الواحد يقول لها كلمة يا حضرة الصول طول 50. عاجبك كده كلام بنتك يا حضرة الصول راجي؟ ها ايه اللي عاجبني؟ دي امرايا دي زينة بنات الحتة كلها، بكرة تشوفيها دي احسن مذيعة في بر مصر كله. وحياتك انت يا بابا لكون أيوة. اشهر مذيعه في العالم كله، ده انا هبقى اشهر من اوبرا. اوبرا؟ الاوبرا يا بنت بشالوها من ميدان الاوبرا، دلوقتي بقى جنب النادي الاهلي اللي زينها فيه. يا ماما ميدان الاوبرا ايه والنادي الاهلي ايه؟ انا بتكلم عن اوبرا، اوبرا دي اشهر مذيعه في العالم. اه مذيعه في العالم. طب يا حبيبتي بكره نقعد جنب الحيطه ونسمع الزيت. طب انا همشي انا بقى عشان الحق محاضراتي. طب يلا حبيبتي مع السلامه. الله يسلمك. السلامه يا غلابويه، لا اله الا الله محمد رسول الله. باي باي. ايه ايه يا راضي يا حبيبي؟ ايه ما تبطل دلعك في البيت، ما بقتش عارفه اخد من البيت حق ولا باطل من كتر دلعك فيها. جريال يلا ما كانتش تتدلع دلوقتي، هتتدلع امتى امال؟ الله دول يومينهم، خليهم يتدلعوا زي ما هم عاوزين، ولا يتدلعوا بعد ما نموت ولا ايه؟ تموت ايه بعد الشر عليك يا اخويا؟ قول يا صبح فعل الله ولا فاله. هو انت كده يا راضي الواحد ما يعرفش ياخد منك حق ولا باطل الا انت الا انت يا نوجة. وبعدين يا ستي انا لما دلع البنت ها هينوبك برضه من الحب جانب؟ الا بينوبني من الحب جانب، ده ينوبني كل الجوانب. خد يا حبيبي خد البيت ده مغذي عشانك، خد يا روح. امي يا جمل. الو يا سمية، ما انت عارفه ان انا باجي النهارده متاخر. لا خلاص انا صحيت اهو في وقت. حاضر، على ما تخلصي المحاضره هكون انا نمت شويه. هكون جيت شويه. هاي جاي. ماشي يا سمية. سلام سلام يا حبيبتي. سلام. الو عايزه حاجه قبل ما امشي حبيبتي؟ سلامتك يا حبيبي، ربنا يكتب لك في كل خطوه سلام، بس ما تاخرش عليا يا راجل. حاضر من عينيا الاثنين، انا هوصي المجرمين والحراميه يخلصوا بدري واقبض عليهم في السريح وارجع لك على طول. يا سلام
كل ده عشان بقولك هتوحشني ومن طرف واحد هتوصل المجرمين والحرامية. ماشي اتريق براحتك يا عم راجي. معاش ولا كان اللي اتريق عليك يا نوجة. يلا سلام يا حبيبتي. راجي. نعم. بقولك ايه؟ خلي بالك من نفسك، بلاش تخش في المشاكل بصدرك، كمان عارفاك بتحب تخش المشاكل بصدرك. بقولك ايه، ما تيجي معايا؟ يا ريت. يلا سلام. سلام يا حبيبي. راضي. في ايه تاني؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. بالسلامة يا حبيبي. صباح الخير يا ام. يا صباح الفل يا ابني. الله، ايه اللي صحاه؟ انت مش قلت لي سيبيني ياما عشان طول الليل بتذاكر وهتصحى لوحدك الصبح؟ اهو قلقت بقى. قلقت ولا الموبايل اللي عملت له الليل ترارلا؟ يعني ايه؟ مين اللي صحى ابني حبيبي بقى من عز النوم؟ دي سميه بنت عمي. اه منها سميه بنت عمك دي، دايما قلقه ما نامك من النوم. اهدي كده يا نوجه، دي حتى سميه بتحبك. وانا كمان بحبها، بس يا خوفي يا خوفي لا تورث الغتاته بتاعت امها وابوها وماما حاسن. انا مش فاهم بس انت حاطه عمي ومرات عمي في دماغك ليه؟ بس هو ده يخلص، افتكر لنا حاجه عدله على الصبح. طب بذمتك سمسم مش بنت كويسه؟ طالما زممتني وقلت لي بذمتك هي اجدع ما فيهم. بس هو ده اللي انا عايز اسمعه من الصبح يا نوجه. صباح الفل يا قمر. ايه رايك يا واد ان انت وانطاجي؟ الله 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 الله، على كده وقعد على القهوه ها وطاوله ودومون انتوا ايه؟ مفيش مدارس؟ استاذ شاكر مفيش حاجه خالص؟ مفيش مذاكره؟ قوم يا طهو. قوم يا استاذ شاكر. قوم 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 سيب ده، قوم سيب ده. انا بشوف اهاليكم. طب ادفعوا حساب الاول. هيبقى ليا كلام تاني خالص. الحساب يا عوده. يلا الحساب يا عوده. لا اله الا الله. امشي امشي. غير الزمن يا معلم حسونة. يا معلم حسونة. ايه في ايه؟ مالك يا ضيف؟ عاجبك يا معلم حسونة؟ هو في ايه؟ ما تتكلم. الاستاذ شاكر كل ما يشوف كام زبون قاعدين يطفشهم، واحدة ناقصين واقفة حال. الله يوقف حاله يا معلم. الاستاذ شاكر ده اصله مهروش وانا مش ناقص وجع دماغ، وبعدين تلاقيهم كام عيل من تلامذته، وبعدين هو هيمشي من هنا وهم يرجعوا تاني ما تقلقش. ده بيعاملني وحش قوي يا معلم، كل طلباته مني شخير وزعيق وشتيمه فيا يا معلم. في ايه؟ يا ضيف يا ولد يا ضيف، انت ما بتفهمش. شفت يا معلم؟ شفت؟ معلش، شوفوا عاوز ايه وخدوا على قد عقله. يعني اخده على قد عقله؟ يا ضيف يا ولد يا ضيف. اؤمر سعاده الباشا. انت ما بتجيش بسرعه ليه؟ من اكبر عيوبنا ان احنا لا نقدر الزمن والوقت. حضرتك قدرني بقى وقول لي، شاي ولا قهوة؟ حلو الكلام؟ لا مش حلو الكلام، لا شاي ولا قهوة، هتلاقيه في الحليب. ماشي. استنى يا نعم. زود الحليب وخلي السكر بره. يلا امشي امشي. ماشي. ازيك يا عم ابو العزم؟ الحمد لله. يا اخي انا ليا امنية واحدة بس، مرة واحدة أعدي من هنا أو أقعد على القهوة ألاقيك مش قاعد، مش موجود في مكانك. يعني أنا نفسي أفهم، أنت بتروح إمتى؟ بتنام إمتى؟ بترتاح إمتى؟ أنت راجل كبرت، إن لبدنك عليك حقا. ربنا يديك صحة. صباح الملك لله. الكلام ده يا اخويا بيقولوه الناس اللي نازله تسعى على رزقها، مش اللي مبلطين في الخط زيك. لمحت الدكتور ماشي، جيت لك على طول. فلوسك ايه ده؟ ده قليل. دي رياضه عطا. ده انت تبوس ايدك وش وظهر ان انا بديك حاجه. ده انا اكسر الاجزخانه دي على دماغك واخد اللي انا عايزه. وعلى ايه يعني؟ طب سيب خلاص، هجيب لك. ايه ده؟ خد امسك اتكل على الله بقى من هنا قبل الدكتور ما يجي يعمل لنا مشكله. على ما تجيش الا بتسك.
الله 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 يا بنت يا ندى، اتدورت وحلويت يا بنت اهو. اتجننت ولا ايه؟ اتجننت يا بنت؟ انا عملت لك حاجه؟ بقول لك ايه، لو ما احترمتش نفسك انا هلم عليك الناس كلها واقول لابويا وامي. انا بقول لك اهو يا بنت، انت بتخوفيني بابوكي وامك، انا عملت لك حاجه؟ لا في ايه يا بنت يا ندى؟ تصدقي يا ماما التلقيحه ده عمال بيعجز فيا ويقول لي اتدورتي وحلويتي؟ اتدورتي وحلويتي؟ يا وصل زي كده يا ناقص يا واطي، الكلام ده تعمله في المشي البطال اللي انت ماشيه في ايه؟ انتوا واخدين الشارع لحسابكم؟ واخدينه لحسابنا. الله، ما عملت لهاش حاجه. مش بنت السراد اللي تقلقها الكلام ده؟ بقول لك ايه، انا ما يهمنيش السرادي ولا غيره، ما تهتنيش. اخرس اوعى تجيب سيره السرادي وانا اوصلها للسرادي ده، انا لو قلت له هياخدك في ميدان عام يقطب رقبتك على صدرك. امسكها بنت واطلع على فوق. يا ماما تعالي معايا بس. مر يا بقول لك اطلع على فوق. يلا وانا هسيبك. يلا يا عم يلا، شوف وراك ايه. خلاص يا ست ام باسم، حصل خير. استنى بس يا حسونه، اما نشوف مرات البعبع دي شوقها ايه. اخرس ده قطع لسانك. بعبع اللي بتتكلم عنه ده معرفش، وده موعد واطي معفن زيك. وانت بقى يا اختي اللي هتقف قصادي. ايوه اقف قصادك وادي العجينه اهي. اوعى وانا تشبشب على دماغك ودماغ اللي شدتك كمان. اوعوا سيبوني سيبوني. ماشي يا نجاة ماشي، ليك راجل بقى هدفعه تمن اللي انت عملتيه ده غالي قوي. اخرس راجل، وانا هستنى لما يجي الراجل. سيبوه عشان اخلي وش الشوارع ويلعبوا في وشك الباخ. كفايه كده يا ست مباسم. مش من مقامك يا ست الكل. استهدي بالله واطلعي على بيتك. انا هطلع يا معلم حسونه، بس لعلمك وعلم الصغار والكبير في الحته دي، احنا طول عمرنا عايشين بشرفنا اذا كنت انا ولا اولادي، لكن اللي يغلط فينا اقرقشه في سناني. اوعي يا اولاد، خليني اوري له مقامه. اوعي بقى يا راجل يا نايس، مش مكسوف على دمك يا واطي تبص البت من دور ولادك. يا خسيس يا واطي، اتفخس عليك وحياة امك كل ام انت. انا اعدلك بقى وحياة امك. دي خناقه دي ولا ايه؟ مين بيتخانق وابو العزم في الحته؟ حد يستجري يرفع حسه وابو العزم موجود؟ ايه يعني سكتوا؟ خفتوا؟ مصيركوا طاعوا في ايديا. اللي يمس حد من اهل الحاره اللي ابو العزم فتوتها يبقى ضيع نفسه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كويس انك جيت يا سرادي. الواد عبده ده لازم تسحبه على الاسم. ليه؟ عمل ايه؟ خلاص بقى يا استاذ شاكر. ما تاخدش على كلام الاستاذ شاكر، دي حكايه بسيطه كده وعدت. الله، في ايه يا جماعه؟ لا لا لا، مفيش حاجه يا راضي. لا في في، وانا هحكي للسر راضي على كل حاجه. ايه بس يا راضي حبيبي، مال دخل مبوظ كده ليه؟ ولا زعابيب امشير في ايه بس؟ خلاص مت انا نجات. بعد الشر يا اخويا عليك، فلا الله ولا فالك. مت ايه؟ طولت العمر يا رب. تقومي تقف يا نجات في الحاره تتخانقي مع زفت اللي اسمه عبده ده قدام الرايح والجاي؟ يا حصلت لحد كده؟ اخص عليها حاره، ليه هيبلغوك؟ ايه رايك بقى ان الحاره دي ما تبلش بقها فوله؟ وبعدين هو انا اللي رميت بلاها عليه؟ هو اللي رمى بلاها عليا ولاح كلام على بنتك، وانت عارف مراتك ما بتسيبش حقها؟ تقومي تمدي ايدك عليا يا نجات. الله، افرضي الواد ده كان مبلبح حاجه ومد ايده عليك. يمد ايده عليا؟ ده انا كنت قطعتها له من هنا. وبعدين يمد ايده على مين؟ ده انا مرات السر راضي على سنه ورمح. تستني الراجل بتاعك لما يجي يا نجات وتحكي له على كل حاجه، ولما ما اجيبلكيش حقك لا انت ولا بنتك يبقى اعملي فيا اللي انت عايزه تعمليه، ولا انا مش مالي عينك يا نجات؟ يا نهار اسود، مش مالي عيني؟ ده ايه ده؟ انت تملي عين الباشا؟ اقول لك تملي عين الشمس نفسها. خلاص خلاص يا نجات، بس حسك عينك يتكرر ده تاني، تفهم ولا لا؟ حاضر يا اخويا، عينيا الاتنين. ولما اموت يا ست بعملي اللي انت عاوزاه. يا والنبي ما انت قايلها، بعد الشر عليك ان شاء الله هو واللي جايبينه وعيلته كلها. طيب هاتي لي الجلابيه. حاضر، هسمعكم ام كلثوم كمان. مش وقت ام كلثوم ولا العزبي، احنا هنقعد نغني يا نجات. هاتي لي الجلابيه عشان انزل للزفت اللي اسمه عبده ده. يا والنبي اعمل معروف. معانا مش ممكن انا جات اقابله بالمير عشان ما يقولش ان انا بتحمى في البدله. هاتي الجلابيه. طب يا اخويا بس اهدى بالله، ما خلاص خلصنا من الموضوع ده. قلت لك هاتي الجلابيه. اوه اوه انا عشان خاطري يا حبيبي. خلاص بقى عشان خاطري بقول لك يا سودة النيله. استنى بس يا راضي يا حبيبي، بقول لك
والله ما محتاج راجل زيك يقف قدامه، ده محتاج واحده ست تنسل الشبشب على دماغه وتخلي اللي مشاري يتفرج عليه زي ما انا عملت يا ابويا. سيبيني يا نجات، انا عايز اقدم الواد ده. عشان خاطر اخذ الشيطان، الصباح رباح يا حبيبي، وبعدين ده ملناش في الدنيا غيرك انت. عشان خاطر يا راضي ممكن تسيبيني؟ عشان خاطر سيبيني بقى يا نجات. الله يوه عشان خاطر يا اخويا. بقول لك ايه، يمين بالله ما انت مخطيه عدمه الباب ده، فاهم ولا لا؟ يخرب بيتك يا عبده، هو ده اللي كنت خايفه منه. عامله حساب والله يا حراك. في ايه يا نجات؟ قابلت راضي نازل على السلم، بقول له في ايه ما ردش عليا. كويس انك جيت يا حاج. يا باسم خد جدك وانزل ورا ابوك. الله، ما تفهموني في ايه بس الاول؟ تعالى بس معايا يا جدي وانا هفهمك. تعالى يا باسم، اوعى ترجع يا اخويا من غير جدك وابوك في ايدك. خبر ابيض على كده. اول مره اشوف بابا في الحاله دي يا ماما. ابوكي، ابوكي ده طبت الدنيا كلها فيه، الحنيه كلها فيه، بس يا خساره ما بيطلع في غضبه زي الوحش الكاسر. خايفه عليه يا ماما؟ طبعا. ايه اللي خايف عليه؟ انا ليه غيره في الدنيا دي كلها؟ ده هو ابويا واخويا وسندي وابو عيالي، ما اقدرش اعيش في الدنيا دي من غيره. على فكره بقى، اول ما يرجع انا هفتن عليكي واقول له على كل الكلام الحلو اللي انت قلتيه دلوقتي. ايه بس اللي بتقوليه ده؟ ما ده وقت هزار. عبده عمل ايه يا راضي؟ عاكس بنتي وتعدى على مراتي، وانا مش هسيبه. امسك امسك، روح دور عليه وهاته وارميه تحت رجليا هنا بعد ما تكسر عظمه، وانا نفسي مش هسيبه. بابن ابو العاز يعمل كده مع ولاد حتته؟ على راضي عايزك. ايه اللي نزلك يابا بس؟ اقعد يا ابو العاز اقعد. حتى لو ابنك يا عم مرشدي ساب عبده، انا مش هسيبه. ما خدش منك حاجه يا ابو العاز، لا رجولتك ولا شهامتك ولا جدعنتك. خلاص يا مرشدي، القوالب نامت والانصاص قامت، والجدعنه كل سنه وانت طيب. ما بقاش في جدعنه، بقى في لعب عيال. حتى الحرفيش ما بقوش حرفيش، والاعيان ما بقوش اعيان. وانا زمن الموت اتاخر عليا، اتاخر عليا لحد الزمن، لحد الزمن ما اتلخبط. قالوا بيقولوا الا مش دريان بالدنيا. تعال نقعد نشرب حاجه ونتكلم. تعال. لا اله الا الله. اطلع طمن والدتك واختك يا باسم. حاضر يا جدي. روق كده حاج راضي. اتفضل يا حبيبي اتفضل. ايه؟ ما تصلي على النبي مال يا راضي. عليه افضل الصلاه والسلام، بس ما بقاش راضي ابن مرشدي لو سبته يعدي بيها. تضحك ليه يابا؟ فاكرني بهاوش ولا ايه؟ ما بقاش ابوك اللي مربيك لو كنت فاكرك بتاوش. امال ايه بس يابا؟ ما انت طول عمرك مربيني على حاجتين، قلت لي ممكن تتسال في اي حاجه يا راضي الا الارض والعرض. ارضك ما حدش يقدر يهوب ناحيتها، وعرضك نطصان يا ابني. انت متجوز ست بمليون راجل ضربته على وشه قدام الحته كلها. ايوه يابا ضربته. طب انا بقى ايه، اسكت يعني؟ ما حدش قال كده. هنجيبه ونأدبه ونحذره، بس بعد ما تعدي ساعة الشيطان دي. والله العظيم يابا حظه من السماء انه ما وقعش في ايد الليله دي. عشان تعرف انه جبان ومش هيظهر كمان اليومين اللي جايين، بس مسيره يقع في ايدي على رواقه كده. الوليه اللي اسمها مرات اخوك دي عايز اقطع لسانها ودراعها كمان اعرف. واخد مراتي معاها فوق البيعه. انا لو عملت حساب للصحبيه والعيش والملح اللي بيننا ما كنتش عتقتها. ولا مالي عبده، اعمل معاهم اللي انت عاوزه. تعجبني اعرف انت مية مية ومفيش زيك. بس مين يقدر؟ طب هسيبك خمسه كده وارجع لك. بقول لك ايه، انت لسه متجوز البنت اللي اسمها سماح دي؟ مئة مرة أقول لك هنا ما اسمهاش سماح، هنا
اسمها سالي. والله العظيم سالي 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 يا سيدي ما يضرش. سالي وانا سالي وانا سالي الاحضن وانا سالي. عيش عرفه مع نفسك. الستات دول ما ينفعش معاهم غير واحد زي عبده ده، يشكمهم يلبهم يمشوا على حكيم ما يتلخبطش. خسرتك عرفة. مساء الفل يا جميل. تشرفت. يا جميل وانا اقدر استغنى؟ ما ترحمني شوية بقى، حرام عليك. ايه يا بت؟ ما انا سبب العز اللي انت فيه ده كله. عز ايه في المكان الفقر الكحيان ده؟ امال لو كنت قعدتني في حته حلوه وشغلتني كنت قلت لي ايه؟ استعجليش يا بت، بكره تتعرف وتتشهري والاماكن الجامده تجري وراكي، مش بعيد كمان يعملوا لك شريط ولا كلاب. كلام من غير فعل. انا عارفه كان فين عقلي لما سبت الدنيا كلها وجريت وراك لحد ما جبتني في المخروبه دي. يا اختي يعني سبت الامل؟ يا بنت بكره تقوم تحلى وتقولي عبده قال. وبعدين حكايه عرفه ده اللي انت جره دايما وراك ماله؟ عرفه مش يمكن يجيب سيرتي في الحته والكلام يوصل لاخويا والاقيه فوق دماغي هنا؟ لا 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 ما تخافيش، مش هيجيب سيرتك في الحته. وبعدين اخوك ده شرابه خرج، حتى لو عرف لا هيروح ولا هيجي. يلا يلا خلاص انا مستنيكي تحت. عمري ما هتنصف ولا اوصل للي انا عايزاه غير لما ابعد عنك يا عبد الكلب واخلص منك خالص. هما بيطلعوا امتى دول؟ ها عملت ايه؟ في ايه؟ يا راجل انت عاوز تشلني؟ انت مش كنت نازل عشان تشوف شغل؟ افتكرت. ايوه صح انا كنت نازل. ادعيلي ان ربنا يسهلها. يا لهوي، يعني لطعني ده كله وجاي لي بتتطوح وما عملتش اي حاجه؟ تبوس نفس. بعدين بصراحة ربنا بقى انا تعبان عايز انام ودماغي مش رايق. لا يا اخويا انا كده خلاص جبت اخري معاك، والليله دي لازم اشوف لي صرفه وياك. ستر عليكي وليا، ده انت وليا خانه. هو موال اللي مبات فيه نصبح فيه لبانه في بقك سيري تبقى وزيت الهلالي؟ طب تصدقي انا اتخنقت منك، والله العظيم اتخلقت منك. انا بقيت اجي البيت ده اجي ايه؟ انا مش طايق اجي البيت اصلا عشان ما اشوفش وشك. يا ريت يا اخويا يا ريت، والباب يفوت الجمل. خلاص يا حبيبي انا مش طايقاك ولا عايزاك، اتفضل امشي وكل واحد فينا يريح ويستريح. انت قد الكلمه دي يا بنت؟ يا حبيبي وجات لي على التبطاق. يعني بتطرديني من بيتي؟ بيتك ده يا ابو بيتك، البيت ده بتاعي انا وباسمي وكل حاجه فيه هنا بتاعتي. انت مالكش اي حاجه هنا، وبصراحه بقى كده
انا استحملتك كتير، لكن خلاص فاض بيا الكل وطفح، كل واحد فينا يا اخي راح لحاله. راح لحاله فين يا وليا؟ يا وليا فاهم يا مخ تخين. بقولك تعبان تعبان وعايز انام. اقول لك خليك انت اقعدي هنا كده نواحي براحتك. تعالى هنا على جثتك تخش اوضه النوم. مش اوضه النوم بس، انت هتخرج بره خالص. وانا هدخل الاوضه ولايميها واخذ الشيطان بدل ما اذيكي. تاذيني؟ طب وريني يا اخويا هتعمل ايه؟ والله ده انت ما بتجيش زبعة يا ولية. طب تعالي تعالي زينتك السودة دي. ها؟ الله على ابو النوم اللي شفتك فيه يا شيخ. كفايه كفايه كفايه، حرام عليكم حرام عليكم. ايه؟ انتوا ما تتعبوش ما تزهقوش. قولي الكلام ده لامك. تقول لي انا يا وش المصايب. انا وش المصايب. كفايه كفايه عشان خاطري، كفايه فضايح بقى اكتر من كده. انا عصايه بقتش قادره تتحمل، مفيش يوم يعدي علينا من غير فضايح. خلاص يا اختي ما تطلعيش فيها قوي، خشي اوضتك وقفلي على نفسك. يا حلوه تقعد هنا عشان تبقى شاهده عليكي. شوفي يا سميه، انا امك دي هروح فيها اللمام. ده انا اللي هقتلك النهارده. وانت تطفيش بالك زيها. بلد ايه ونيله ايه؟ اجري وراها الحاها وهاتها. انا لا رايح ولا جاي وهدخل انام، ومش عايز اشوف خليتك يا اخويا. يعني انا اللي عايز اشوف خليتك؟ ايه البنت دي مش بنتك زي ما هي بنتي؟ ده انت وليا نكت. الدواء ده انا واخداه الشهر اللي فات ب40 جنيه. يا سلام، هو في حاجه بتفضل على حالها يا ست ايريني؟ هو ايه الهم اللي احنا فيه ده؟ الله، هو من كل شويه يغلونا الحاجه كده. يا ست ايريني، لو انت مش عامله حسابك خد الدواء وهاتي الفلوس على مهلك. لا على مهلها ازاي؟ هي عامله حسابها وهتدفع دلوقتي. اخرس انت. طبعا. خد ال40 جنيه دول هم اللي معايا دلوقتي، وان شاء الله على اخر النهار هجيب لك الباقي. مفيش مشكله خالص، لو ما معكيش خلي. متشكرة قوي يا دكتور. لا متشكرة ايه، احنا بنسهر هنا طول الليل، اي وقت عدي ادفعي اللي عليكي. ان شاء الله تدفع حق كفنك يا بعيد. انا عارفة انت مستحمل الواد ازاي. خلاص اعمل ايه، خدت عليها ست ايرين. والله انت ليك الجنة. سلام. على السلامة. عيب كده يا عطا. عيب ايه؟ ما عيب الا العيب. دي شي على قلبها كده هي وابنها قد كده، احنا هنصرف عليهم ولا ايه؟ بس بقى عطا تعال عايزاك. حاضر حاضر. عن اذنك يا دكتور. اتفضل. في ايه يا محسن؟ خير؟ انت هتخلص شغل الساعه كام؟ ليه؟ عايزك تاخدني عند المحامي صاحبك اللي ودتني عنده يوم اعلام الوراثه بتاع ابويا الله يرحمه. ايه ده، انت ورثتي حد تاني ولا ايه يا محسن؟ يا اخويا حورث مين تاني؟ ده انا عايزاه يرفع لي قضيه طلاق ولا خلع، عايز اخلص من عرفه بقى. يوه اتخانقتوا تاني؟ يا اخويا مطهقني مطهقني ومطهق عشتي، عايز اخلص منه خالص. ما انا ياما زمان قلت لك عرفه ده مش من توبك، انا ابن خالتك واولى واحد بيكي. يا اخويا تنجل منيل من سيدي الا ستي. يعني ايه دي نعم؟ لا يعني ولا حاجه، انا عايزك تتصل بيا النهارده عشان بعد ما تخلص شغل نروح للمحامي سوا. ايه ده اتصل لي انا؟ اتصل 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 وانا هشحن لك الكارت. اذا كان قصدي مش القصد يعني. المهم المهم ان الموضوع ده يخلص النهارده. هيخلص، بس انا من رايي بقى ان انت تقعدي مع عرفه ده وتتفاهموا ودي ويطلقك، ولا محامي ولا مصاريف. عرفه عرفه ده انا عارفاه ما بيجيش بالذوق. بقولك ايه، مستنياك تكلمني. ماشي يا محاسن، هخلص لك كل حاجه، بس انت اوعي تنسي موضوع كارت الشحن ده. كيه انا استنيت لحد ما امك تدخل تريح جوه في اوضتها عشان اعرف شغلي معاكي. في ايه يا باسم؟ مين الواد اللي انت كنت راكبه معاه العربيه ده؟ عربيتي بطل استعبطت هتلف وتدور عليا. انا وسميه شفناك نازله من عربيته. اهدى يا باسم ما ينفعش كده. حاضر اديني هادي اهو، بس اشوف الهانم ردي عليا. ما تردي. ماما بترد يا ست البنات على اخوك؟ لا يا ماما ما فيش حاجه، انا بس كنت يعني بقول لها الله انت لسه هتبسبس، انت تخلص خالص.
بان عليك كبرت وبقيت تداري على امك كل حاجه. يلا يا باسم خد بنت عمك واطلع وسيبني بنتي اتفاهم معاه. حاضر حاضر. يلا سمية. بالهداوه يا طنط عشان خاطري. حاضر يا بنتي انا اتفاهم مع بنتي. اقعدي يا نادي حبيبتي اقعدي تعالي. مين بقى اللي كنت راكبه معاه في العربيه؟ ده امير زميلي في الكليه يا ماما. ايه يا اختي؟ امير زميلي في الجامعه. اه ده بيوصل كل الناس اللي في الكليه؟ لا يا ماما بس اصل يعني المواصلات كانت زحمه فهو صمم انه يوصلني. يا سلام يعني كانت المواصلات زحمه ليكي ومن زحمه لاخوكي وبنت عمه. ما هو راجعين في المواصلات وزي الفل. اشمعنى انت بقى يا حبيبتي؟ انا اسفه يا ماما دي اول واخر مره. خلاص وانا هصدقك المره دي بس لازم تعرفي حاجه. الكلام اللي بقوله لك ده عشان امك اللي بتحبك. اللي عملتيه ده غلط. ما حدش بيركب في عربيه واحد ما يعرفوش ولا حتى يعرفه. الله انت ناس يا بنتي. انت بنت مين؟ انت بنت السرادي اللي كل الناس بتحلب بيه وبنت نجات اللي كل الناس تقول على جدعنتها. انت بقى هتطلعي لمين؟ الناس تلسن عليكي من غير ما تعملي حاجه؟ ايوه ماما بس امير انسان محترم جدا وابن ناس. وانا قلت من الشارع؟ انا ما قلتش حاجه. زميلك يا حبيبتي ده في الجامعه. صباح الخير صباح النور. قاعدين في محاضره مع بعضيكوا ماشي. غير كده ماليش دعوه بيه. حاضر يا ماما حاضر. خلاص وانا مصدقاكي بس لو مره تانية حصلت خلي بالك ساعتها هحلف مليون يمين انك مش هتخطى عتبه البيت. لا تقولي لي جامعه ولا تقولي لي كليه ولا تقولي انك هتعتبي العتبه اساسا. وساعتها هقول لابوكي تقولي لي بقى تطلعي وزيره تطلعي مذيعه تطلعي اللي تطلعيه كل ده مش هيخش عليا. خلي بالك ان امك نجات امك نجات المفتاحه. انت لسه هنا يا راجل؟ ايوه انا جاهز بس الزرع دلوقتي وفي كل وقت. خد يا نجات كملي. وانت رايح فين؟ انا ماشي. ماشي على فين؟ خلاص تعبت وعايز ارتاح. طب قول لي هتروح فين؟ كملي يا نجات كملي المشوار لسه قدامك طويل. راجل راجل انت رحت فين يا راجل؟ راجل راجل رحت فين؟ راجل يا ساتر يا رب خير الله بقى حلو خير خير الله بقى حلو خير يا رب. صباح الخير يا نجاه. ياه تصوري اديني كتير قوي ما صحيتش قبلك من النوم. ايه واضح ان كان شكلك تعبان امبارح. لا يا اخويا ولا تعبانه ولا حاجه. صباح الفل يا صباح الياسمين يا صباح الهنا. هو ما حضر لك الفطار اهو. ايه نجات انت مش طبيعيه مالك في ايه؟ لا يا اخويا مفيش حاجه ابدا انا كويسه والحمد لله الحمد لله يا اخويا. نجات ارتاح انت وانا هعمل الفطار بنفسي مفيش مشكله ولا حاجه. لا يا اخويا ربنا يريح قلبك مش انا بتحرم منك ابدا. انا هروح اعمل لك الفطار. راجي بقول لك ايه عايز اقول لك حاجه يعني ما تاخد لك كام يوم اجازه كده تقضيهم معانا. انا محتاجاك انا والولاد وبالك زمان ما خدتش اجازه. اجازه وفي انا جات. الله ما فيش حاجه. هو كوني بقول لك تاخد اجازه وانك تقعد معانا يبقى في حاجه يا راضي. ما انت بقالك كتير ما قعدتش معانا. ما فيش ازاي بقى نوجة انت النهارده قايمه من النوم شكلك مش طبيعي اكيد في حاجه. بصراحه يا راضي يا حبيبي انا حلمت حلم مش مريحني كده وقلبي مقبوط. حلم خير اللهم اجعله خير. يا ستي انسي ارمي من ورا ظهرك. اه ما انا بقول كده هرمي من ورا ظهري. حاضر يا حبيبي ما هو ده اللي انا هعمله كلامك مظبوط.
طب يا راضي حبيبي عشان خاطري، طب ان شاء الله النهارده اقعدوا معايا بلاش تنزل. ايه؟ ما نزلش ازاي؟ انا شغال في طابور انا جت، ده انا في اسم بوليس. خلاص يا ست ليك عليا، احاول كده ارتب ظروفي واخد لي يومين اجازه ونقضيهم سوا مع بعض، ماشي؟ ماشي. طب يلا بقى. يا ريت ربنا يخليك لي. حضري لي اللقمه بقى. ما تحرمش منك. يلا حبيبتي. يلا يلا روحي بقى عشان مستعجل. حاضر. الكلام ده قبل كده ما صدقتنيش. سوق العوج، سوق العوج يا بنت عبد المقصود ترومبا، وحياة أمي إما خليتك تعيطي بدل الدموع دم ما بقاش أنا عارفة. أخسرتك عارفة. في 60,000 داهية، إن شاء الله مش هتعتبها تاني. ألو. ايوه يا عطا، انا نازله دلوقتي رايحه الشهر العقاري عشان اعمل التوكيل للمحامي زي ما اتفقنا، وهعديه عليك في الصيدليه تودهوله هو والعربون وتقوله يرفع القضيه على طول، فاهم؟ ماشي، مع السلامه يا عطا. ايوه مين؟ العافيه يا محاس. مين؟ نجات؟ مش بعادة يعني. ايه مالك يا وليه؟ شفتيني كده كأنك شفت عزرائيل قدامك، وشك اتلون مليون لون زي الحية كده. أصلك بقالك سنين ما عملتيهاش. وغلاوتك يا أختي ما كنت هعملها، بس هعمل إيه؟ ما تقولش يا أختي كنت هاجي أشوف السفيرة عزيزة ولا ملكة جمال الكون، بس هنعمل إيه؟ قال أشربك على المر، قال اللي أمر منه. ما تجيبي من الآخر يا نجات، أنا مش فاضية، ورايا مشوار مهم. يا أختي يا بتاعت المشاوير المهمة. حاضر يا ست الحسن والجمال، انا اللي هجيب لك من الاخر. بقول لك ايه يا وليه؟ اللي هقول لك عليه تعمليه ورجلك فوق رقبتك. سامعاني يا بنت عبد المقصود ترومبا؟ مساء الخير يا فندم. ازيك يا استاذ؟ الحمد لله يا فندم. ساعتك خلصت الماتشيه؟ اه لسه مخلص حالي دلوقتي. انا كمان خلصت. طب تيجي اوصلك في سكتي؟ انا مش عايز اتب ساعتك يا فندم. هتعبني ليه؟ مش هنزلك في نفس المكان اللي نزلتك فيه المره اللي فاتت؟ كان كويس؟ ده 100 100، بيني وبين البيت 5 دقايق بس. طيب تمام، يلا. اتفضل يا باشا. قلت لي بقى صور راضي باسم ابنك في نهايه جاره؟ ايوه يا باشا، ونادى كمان في اعلام. ربنا يخليهم لك. ربنا يخليك. انت عارف يا صور راضي، انت بتفكرني بابايا الله يرحمه، كان راجل طيب وبشوش زيك كده. الله يرحمه ويحسن اليه. انت كمان زيه يا باشا، اللي خلف ما ماتش والله ومليك عليا يمين من ساعه ما جيت الاسم، وكل الضباط وصف الضباط كلهم حابينك يا باشا. ربنا يبارك لك. ربنا يديك الصحه يا صور راضي. يا رب ويخليك يا باشا. Thank you.
لا مش قادر اصبر اكتر من كده. استر يا رب. لا انا خلاص كفاية عقل وطار. هستنى اكتر من كده ايه؟ الساعة بقت كام دلوقتي؟ مش لو كان معاه موبايل كان زماننا اطمنا عليه دلوقتي. يا جماعة اهدوا، زمانه جاي ان شاء الله خير. خلاص يا نجات انا هاخد باسم ونروح القسم نسأل عليه. باسم ايه؟ انت ناسي الحلم اللي انا حكيت لك عليه امبارح، عشان كده قلبي كله بيرفرف من جوه. انا مش مطمنه يا حاج في الحلم اللي حلمته امبارح. شفتي ايه في الحلم يا ماما؟ خلاص يا نجات بقى، يلا يا باسم بينا. الو. ايوه يا اخويا. ده بيته. انا مراته يا اخويا. بتقول ايه؟ مستشفى؟ مستشفى ايه؟ راضي. قول يا اخوي حاطه الراضي فين؟ حضرتك مراته؟ ايوه مراته. ايوه يا ابني مراته. وانا ابوه هو فين؟ هو خرج من اوضه العمليات وان شاء الله خير. عمليات؟ عمليات ايه؟ انت بس يما لما نفهم. انا ازاي بقول لك ابوك طالع من اوضه العمليات؟ يا جماعه ارجوكم لو سمحتوا اهدوا وتفضلوا استريحوا ان شاء الله خير. نادي اوزف تيبا تقول لنا فين بالظبط اهدوا. اللهم لا اسالك رد القضاء ولكن اسالك اللطف فيه. حبيبي يا ماما. يا حبيبي يا ماما. اهدي يا ندى مش كده ان شاء الله خير. انا هنزل اروح لهم، انا مش قادره اقعد اكتر من كده. تروحي فين؟ احنا شويه كده ونكلمهم نطمن عليهم. ومين بس اللي هيقدر يستنى يا سميه؟ طيب اهدي وانا هكلم باسم اطمن عليهم. الو. ايوه يا باسم. ها ايه الاخبار عندك؟ طمني. هدي هدي. الو. ايوه يا باسم طمني يا باسم ارجوك على بابا، انا قاعده هنا بموت. اتفضلي حضرتك. راضي حبيبي. ايه ايوه يا نادي حبيبي. طب شو نفسك زي ما الدكتور قال. متكلمش حبيبي، متكلمش روحي. حلمت باللي حصل يا جاسم. حلمت حبيبي، حلمت انك زي الفل، زي القشطة منور وزي الفل كله. طب اسمعيني يا رجات، وفهمي كل كلمة هقولها لك. يظهر ربنا يكرمني وهموت شهيد. لا بوسني. لو حبيبي لو النبي رضي ما تقولش ببوك حبيبي. انت كويس وزي الفل بس متعبش نفسك حبيبي. عايز ارتاح من شهاده الدنيا. بعد الشر عليك يا اخويا، تبقى كويس وزي الفل. ده مش شر، ده خير، خير كبير قوي. الشر اللي ارتاح منه انت هتورثيه انا جات. شعرك صعب صعب رجعت. أنا الكل اللي طلبه منك تاخدي بالك من ندى وبس. دول أمانة في رقبتك. وأبويا حطي في عينيك يا رجعت. أنا مش خايف عليك، مش خايف عليك يا نجات. انك طول عمرك أصيلة وكتمة. انا عشت معاك العمر كله وانا عارف انك ست من رضاك. اصلبت ولك نجات. الايام اللي جايه دي صعبه اوي. الأيام اللي جاية محتاجة توفي على رجليك. لا حبيبي ما تعبش نفسك.
بالرغي ما نجات ولا ابويا اللي انا عشت عشان يعيشوا من بلدي ارفعين الراس. لا هاي يا فاي قلت ايه؟ عدو مش سهل يا ست سالي. يعني انت مش قده؟ لا انا فايق الفايق قد وقد عشرة زيه، بس أنا ما أحبش أعض في حد بنكار. ولو قلت لك هديك اللي أنت عايزه. مسألة مش مسألة فلوس. تفتكر لو عبده مكانك وحد طلب منه إنه يغدر فيك كان هيتردد؟ ده كان مصدق. عبده؟ ما أنا عارفه. ده يبيع أبوه عشان القرش. خلاص. يبقى شوف أنت كمان مصلحتك. وريحني منه. ايوه بس يعني شغلانه زي دي هتكلفك كتير يا ست سالي. هحتاج كام راجل معايا عشان نخلص منه في السريع. من جهه الفلوس انا قلت لك ما تشيلش هم، كل اللي عايزه هتاخده وزياده. خلاص يبقى اتفقنا. تمام كده. بس اسمع يا فاي، انا مش عايزك تخلص عليه، لا انا عايزك تعجزه. بس عايزاه يتهد ومشوفش وشه انا تاني خالص. ما تخافيش، دي لعبتي. انا مش هخليه ينفع تاني ولا يبقى فيه حيل ولا يبقى له عين يهوى بهنا تاني. هتنفذ المطلوب، كل اللي عايزه هتاخده. ماشي يا ست الكل. هتنفذ امتى؟ يعني هنرتبها ونرقد له ونصطاده. انا عايزه ابقى بعيد عن الموضوع ده خالص يا فاي. ما تخافيش يا ست الكل، هتبان خناقه بلطجيه مع بعض بالاذن. اتعلمت منك كتير وشفت اكتر يا عبد، وجي اليوم اللي تدفع فيه تمن كل اللي عملته فيه. معلش يا حاج، ما بكره لازم ترجع كل حاجه زي ما كانت. عايزه تقولي ايه يا نجات؟ عايزه اقول لك يا حاج ان الحياه لازم تمشي، لازم الاولاد ينزلوا يروحوا كلياتهم، لما كده السنه هتروح عليهم، وانت برضو لازم تنزل وتفتح المشتل. عين العقل يا نجات، والله عين العقل. وانا معاكم مش هسيبكم، عيني ليكم في اي حاجه تطلبوها مني. والله ما تستغرب يا حاج، وحياه ربنا ما كلامي، ده كلام المرحوم راضي وصاني عليه قبل ما يموت، وهو مش هيستريح في نومته الا لو عملنا اللي هو قال عليه. يا حاجه اوعى تزعل مني وتقولي ان دي ست قويه، وازاي بتقولي الكلام ده بعد موت جوزها على طول. ربنا يعلم انا بتقطع ازاي والحزن اللي جوايا. بس دي طلبه، هو عايز ولاده يبقوا احسن ناس في الدنيا دي كلها،
وعايز بيته يفضل مفتوح. اما بالنسبه لك انت يا حاج، انت عارف ان انا تحت امرك وهبقى خدامه تحت رجليك العمر كله، ولو عملنا كده يبقى المرحوم هيرتاح في تربته. انا فاهمك يا بنتي، فاهمك وحاسس بيكي، بس بالراحه بالراحه على نفسك وعلينا ان شاء الله. كل اللي كان عايزه الغالي حيتنفس. يا حبيبي راضي. كيف حياتك عارف؟ انا اول ما عرفت اخويا جيت اعزيه. حياتك بقى يا عبد، ربنا يجعلها اخر الاحزان. مصيبه يا عبد، مصيبه ما كانتش على البال ولا على الخاطر. ربنا يسترها مع ابويا، اللي حصل ده كسره على الاخر. ربنا يسترها. ومراته عامله ايه؟ هتعمل ايه؟ بتحاول تقف على رجلها. بركه فيك عرفه، انت دلوقتي سندهم. كان انا عامل لها ايه؟ الشيخ ده بيحمل بلاط، ما انت عارف ظروفي. جريها عرفه، انا كنت فاهم ان عقلك اكبر من كده. اكبر من كده يعني ايه؟ مش فاهم. جريها عرفه، انت مش كنت ناوي تطلق محاسن زي ما قلت لي؟ ايوه. ايه علاقه ده بده؟ بقول لك ايه، ما تجيب من الاخر كده، عايز تقول ايه؟ تحل محل اخوه، تراعي مراته واولاده، وتبقى قريب من ابوك كمان. قصدك ايه؟ أخوك هيتصرف له مكافأة كبيرة ومعاش محترم، والحاج مرشدي أكيد هيساعد، ودي فرصتك بقى عرفة تلاقي حد يلمك. الله يخرب بيتك يا عبده. لا 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 لا، في إيه بس؟ إيه؟ ده دم أخويا لسه ما نشفش عشان تقول الكلام الخايب ده. يا عم الحي يبقى من الميت، وبعدين أنت مش ناوي على شر، هما محتاجينك وأنت محتاج لهم، وعلى الاقل كمان بنتك تتربى وسط ولاد اخوك. ايوه عبد، بس الكلام ده يعني سابق الاوان، وانا ما اقدرش افتحها في الموضوع ده دلوقتي. بين حد الله ما بيني وبين فلوس ولاد اخويا. انت فاكرني ايه؟ دول اهلي، لحم ودمي. لا 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 لا، في ايه يا عرفه؟ انت هتعيش في الدور عليا ولا ايه؟ يا عبد انا مش نادل قوي للدرجات دي، بقول لك دول اهلي. في ايه يا عم؟ وحد قال انك هتستندل معاهم؟ دي تبادل منفعه زي ما قلت لك، هم محتاجينك وانت محتاج لهم. فكر يا عرفه، دي فرصتك ان حد يلمك قبل ما محاسن تطردك وتترمي في الشارع وما تلاقيش حد يلمك يا صاحبي. عبدو قفل على الموضوع ده، قفل على الموضوع ده عشان خاطري. بعدين ما حدش عارف يعني الايام مخبيه ايه. مخبيه كل خير. عموما عرفه، انا فطنتك عشان تفكر في صالحك قبل ما الوليه مرات اخوك تلوف على واحد تاني ياخد خيرها ويتعب ولاد المرحوم. تفتكر نجات تعمل كده؟ تعمل كده؟ دي تعمل كده والف كده. دي وليه قادره يا عرفه، سالنا انا ايديها لسه معلمه في وشي. الله يلعنك يا عبد ويلعن افكارك يا اخي. طب على الاقل نستنى لحد الاربعين ما يعدي، يبقى ضميري مستريح. طب خلاص، خلي ضميرك ينفعك يا ابو ضمير لما تترمي في الشارع بقى وما تلاقيش حد يلمك. تصدق انت شيطان وانت مش ملاك يا عرفه، وانا عارفك وعاجنك وخبزك كويس قوي. عاجن وخبزني قوي. ماشي ماشي يا عبده، اللي في الخير يقدمه ربنا. يا عتب
دي هلهيلة عرفة. ما تخلعيني من الموضوع ده يا محاسن. انت مالكش دعوة بيه، انت ترمي له الهلاهيل دي في وشه زي ما فهمتك وتقول له نبقى نتقابل في المحكمة. الا بقى اذا طلع عنده كرامة من نفسه وطلق. اقول له كل الكلام ده ويبقى ماليش دعوة؟ يا عطا يا عطا انا ماليش غيرك، انت ابن خالتي ومفروض انك تقف جنبي. بس عرفة ده غلس ومش هيسكت لي. وانا اللي كنت فاكره ان انا جنبي راجل هتسند عليه، طلعت بتقول كلام كلام وبس. شكلك كده عايزه تخلصي مني انا وعرفة في يوم واحد. انا اقول له الكلام ده يقوم يخبطني بحاجه يموتني ويتحبس فيا. والله يا عطا فيك عبر الدنيا كلها، بس دمك خفيف. بجد؟ بجد؟ يعني لو عملت كل ده هنول الرضا؟ والله يساعدني وقف جنبي لحد ما اخلص منه، وبعد كده هريحك على الاخر. ماشي يا محاسن، اما اشوف اخرتها معاكي. حاضر. عارفة اهلا وسهلا. اتفضل. جيت فضلك يا نجات، ربنا يديك الصحة يا رب. يا ترى عاملة ايه دلوقتي؟ كويسة والحمد لله. والولاد عاملين ايه؟ نحمد ربنا ألف شكر. أنا قلت هاجي أشوف الولاد وأطمن عليهم قبل ما أطلع لأبويا. كتر خيرك يا أخويا، مش لازم تعطل نفسك أكتر من كده. أعطل نفسي إيه؟ وأتعب نفسي إيه؟ ده أنتم أهلي. وبعدين مرحوم راضي الله يرحمه كان اخويا. ده الواحد لما بيحصل له اي حاجه اول حاجه بيقولها بيقول اخ. اللي حصل ده اثر فينا كلنا. طبعا يا اخويا. معلش اهل الحياه لازم تمشي وكل واحد يشوف مصالحه، وكفايه العطله اللي انت تعطلتها. اخس عليك يا نجات، ايه الكلام اللي زعل ده؟ تعطليه ده ايه؟ معقولة احنا هنجامل بعض؟ ده انت لحمي لحمي يا نجات. معلش يا اخويا ما تزعلش نفسك. اصل بصراحة من ساعة المرحوم ما مات وانا لازم احوط على ولادي، ولادي بقى كل واحد منهم في اوضة ونازلين عياط، لازم اطلعهم من اللي هم فيه، لازم ينزلوا يشوفوا مذاكرتهم يشوفوا الجامعات بتاعتهم، وده مش هيحصل الا اذا كنت اقفل بابي عليا وعلى ولادي. عندك حق، ربنا يقويك ويقدرك. بس برضو انا جات انا عم الولاد، يعني تديني فرصه كده اشقر عليهم واشوفهم من وقت للتاني الا اذا كان ده يضايقك يعني. لا يا اخويا ضايقني ليه؟ ما انت لسه قايلها ببقك انك انت عم الولاد. خلاص انا جات، لو عوزت اي حاجه وقت الكسف مني ها، انا رقبتي سداده. كتر الف خيرك، المرحوم الف رحمه ونور عليه كان قلبه حاسس، كان مأمننا من كله قبل ما يموت، مش مخلينا محتاجين حاجة. طب بالإذن. أنا بالسلامة، ويا ريت تاخد الباب في إيدك. هنخلص الليلة؟ هنشوف هو خارج، لو كان الجو رايق هنخلص. طب اللي معاه ده لو اتأخر هنتصرف ازاي؟ احنا مولدنا على عبده، بس الجدع اللي معاه ده لو كان عاقل بعد عننا، عمل فيها شجاع السيمة هو الجاني على روحه. ده انت دماغك سم يا عرفة. ما عشان انفذ اللي انت قلته ما ينفعش كده اقوله سك خبط لازم. تقوم شغال على ابوك وتبين له ان انت هديت عشان يجي في صفك. طبعا، ما هو انا لو فضلت على حالي ده نجات مش هتوافق عليا، وابويا كمان هياخد صفها. لكن دلوقتي بقى ممكن اروح لنجات اقول لها عرفة بتاع زمان خلاص انت مات، في عرفة دلوقتي جديد نيولوك عايز يعيش بقى في هدوء وراحت بال الباقي من عمره، ومحتاج واحدة أصيلة بنت ناس زيك كده تقف جنبه
وتكمل بقى معاها بقيه حياته. عيني يا عيني، ساعتها ابوك بقى لازم يجي في صفك ويبقى معاك. خصوصا بقى لما اقول له ان انا عايز بنت تعيش وسط ولاد اخويا واكون انا بقى السند للكل. يا لعبك يا لعبك يا ملعب، انا كنت عارف انك هتلعب وترسم وتخطط لحد ما توصل للي انت عايزه كده. بقى معلم كله بقى تحت ايدك، المشتل واراده والمكافأة اللي هتاخدها نجاة. طب اقول لك حاجة يا عبده وهتصدقني فيها. قول. طب والله العظيم انا ما ناوي على شر، انا نيتي خير، انا عايز اعيش بقيه حياتي بقى وانا مستور، عايز بنت تعيش وسط ولاد اخويا واكمل بقى حياتي في هدوء كده وراحة بال. انا خلاص يا عبده تعبت على المعاناة اللي انا فيها دي والشقة اللي انا فيه ده. طب وانت هتقدر تمشي عادل يا عرفة؟ احاول احاول يا اخي، ونعيش بقى زي بقيه الخلق دي ما عايش، يعني احنا اولاد البطه السوداء يعني. عرف اللي انا اعرفه ما يستحملش ده كله يا سيدي. لما يهفني الشوق ها وعايز اروش معاك شويه وروش، ابقى اقصر معاك هنا ليله. وليله تجر ليله تجر ليله لغايه ما يبقوا الف ليله وليله. عندي ليكي خبر يجنن مش هتصدقيه. ايه؟ اتفقت مع صاحب كباريه جامد قوي، هتقدمي نمر عندهم. بجد؟ جرامت مالك سايق العوا مش فرحان؟ ده انا قلت انك هتطيري من الفرح. لما انا فرحانه يا بنت، ده انا خدت عربون ما تحلميش بيه. وانا شفت حاجة. المهم ان انا شفت يا بنت، وما دمت انا شفت يبقى كأنك شفت بالظبط. مش احنا الاتنين واحد ولا ايه؟ ايه؟ لا ده انت تسد النفس، سايق العوا وغلسة ودمك تقيل قوي. عموما انا قلت لك عشان اخلص ذمتي بالاذن يا حلوة. قركتك مصيبة تاخدك. انت مش ساحل ليه؟ عرفة السلام عليك. عبدو فايق، الناس اللي بتظهر على اخر الليل دي يا عم، كنت جيتوا اول الليل كنا سهرناكوا سهره حلوه. فيها فايق؟ في حسابه لازم نخلصه يا عبده. لا حبيبي ده انا لحم مر قوي. عبده انت صاحبه؟ صاحب مين؟ عبده. ولا عمره عرف. امال انت واقف ليه؟ ده انا مشيت من بدري. يلا. ايه ده بقى؟ ده شكل واحد عايز يتعدل حاله. استغفر الله العظيم يا رب. قالوا هيقف جنب ابوه ويقف جنب بنته وجنبنا، وعلى راي المثل ديل الكلب عمره ما يتعدل لو علقوا في ديله قالب. الله يرحمك يا راجي، الله يرحمك. معقوله اللي حصل الليله دي؟ ده الواد عبده راح في شربه ميه. يا ترى مين اللي وراه اللي حصل ده كله؟ انا مالي شغل بلطجيه في بعض، بس على الله رجلي ما تجيش في الموضوع ده. ما في ناس كتير شافونا مع بعض الليله. يا الصبح قرب يطلع، انا لو دخلت نمت دلوقتي مش هصحى حتى لو بالطبل البلدي.
وهتبقى بديتها غم مع ابويا. بلاها نوم النهارده. وكنت شايل هم ان عرفة يغلبني في الصحيان لانه مش واخد على كده، لكن تصدق يا نجات الاقي صاحي قبل مني ولابس وجاهز كمان. انا اديتك كلمه يا حاج مش ممكن ارجع فيها ابدا. طبعا يا حاج، معقوله يعني انك تقول لابنك اصحى الصبح وما يسمعش كلامك؟ طبعا لازم يسمع كلامك ويصحى. الله يرضى عليك يا نجات، انا اصلي لما احط حاجه في دماغي يبقى خلاص. لو ايه كمان، ده هو اللي صمم ان احنا نفوت عليكي عشان نطمن عليكي وعلى الاولاد قبل ما نروح المشكل. كتر الف خيرك يا حاج، انت هو احنا كويسين الحمد لله، انا والاولاد ربنا معانا يا حاج. ربنا كريم. يلا يا ابني على المشكل. اتفضل اتفضل. يا سلام يا حبيبي. مع السلامه يا حاج، ربنا يطول في عمرك. نجات انا عارف ان انت تعبانه وبتشقي وكل يوم تودي الفطار والدواء لابويا في المشتل. انا خلاص هعدي عليكي كل يوم اخد الحاجات دي اوديها بنفسي. خليكي انت قاعده في البيت كده معززه مكرمه، ربنا يقويك. سلام عليكم. الف سلام. ربنا يكرمك، ربنا يكرمك يا رب. الله، هو ماله الجدع ده بيلون وش كده ليه؟ وبيتحنجل عليا وعلى ابوه. يا ترى ايه اللي في ضميرك من ناحيتنا يا عرفة؟ احنا ناقصينك، احنا يا اخويا اللي فينا مكفينا. استغفر الله العظيم يا رب. يا ندى، يا سمية، يا باسم، يلا يا اولاد بقينا الصبح خلاص. يلا اصحى قبل ما احضر لكم الفطار عشان تروحوا الجامعة. أنا فين؟ أنت في المستشفى؟ إيه اللي حصل لي؟ احمد ربنا إنك عايش، أنت اتكتب لك عمر جديد. فعلاً عبد أبو العزم ده من المنطقة تبع الاسم عندي، مسجل خطر بلطجة. عشان كده يا باشا يا ريت حضرتك تتولى الموضوع ده بنفسك. خدتوا أقواله؟ في الحقيقة لسه، لأن حالته الصحية ما تسمحش. التحريات؟ التحريات لسه ما خلصتش، بس احنا عرفنا ان هو كان سهران مع واحد صاحبه في كباريه وخرجوا مع بعض قبل الناس ما تشوفه هو بالحاله دي بوقت قصير. وعرفتوا مين صاحبه؟ واحد اسمه عرفة المرشدي. عرفة المرشدي؟ سيادتك تعرفه ولا ايه؟ احتمال. عموما اشرف بيه الموضوع من دلوقتي معاك وانت قدها قدود. بعد اذن ساعتك يا باشا. معقول هيكون عارف المرشدي ده اخو المرحوم رضي؟ ادخل. السلام عليكم سعادة الباشا. عليكم السلام. هلا عارف. شكرين. تعيش تعيش سعادة الباشا. ازيك يا عرفة؟ ازي الحاج مرشدي والست مرات السراد واولاده، اخبارهم ايه؟ الحمد لله يا باشا كلهم بخير. طب الحمد لله. تعرف السراد الله يرحمه عامل معايا اعرف ولا ما تعرفش؟ ايه يا بيه؟ انقذ حياتي من الموت. يعني ليه جميل كبير قوي في رقبتي. واهله هم اولى ناس ان اقف جنبهم عشان ارد لهم الجميل ده. ما انت ساعة الباشا يعني قمت بالواجب وزياده، ده كفايه وقفه حضرتك معانا من ساعه وفاه المرحوم لحد دلوقتي. ومستعد اقف جنبكم لاخر العمر اكراما للسراد الله يرحمه. عشان كده بقى عايزك تيجي معايا دغري وتصارحني عشان اقدر اساعدك. عدم المؤاخذه يا سعاده بيه، اصل انا يعني فاهم على قد يعني. مش فاهم يا مؤاخذه. افهمك، انت وعبده كنتوا في الكباريه مع بعض وخرجتوا مع بعض والناس كلها شافتكم. بعد كده لقيوا عبده جنب الكباريه بين الحياه والموت وانت اختفيت. احكي لي بقى ايه اللي حصل. ايوه فعلا كدب خيبه، انا ما اقدرش اكدب على سعادتك. انا فعلا كنت في الكباريه ساعه البيه، بس خرجت بعد كده انا وعبده.
انا بقى مشيت وهو فضل مستني. فضل مستني مين بقى؟ اصل هو سعادة البيه يعرف بنت في الكباريه مش عارف اذا كانت بتغني ولا بترقص، بيستناها بقى لما تخلص تمرتها وياخدها يوصلها. يعني انت لما سبته كان صاغ سليم ما فيهوش اي حاجه؟ حصل بيه. متاكد عرفه؟ ايه متاكد يا عرفه؟ انا برضه هغشك يا سعاده البيه. لو ليك دخل بالموضوع ده قول لي وانا هساعدك. حظ الله يا سعاده البيه ما بيني وبين الكباريهات، انا مش بتاع الجو ده، انا راجل في السليم. ويمين بالله ما قعدت بالكباريه ده مره تانية. هي الحكايه باختصار يا سعاده الباشا بس ان انا بعد وفاه المرحوم اخويا الله يرحمك ويحسن اليك يا راجل كنت مخنوق كده وتعبان وقلت اروح افك عن نفسي شويه. لا حقك، حقك عارفه طبعا انك تفك عن نفسك، بس انت انا مش مخبي عليا اي حاجه خالص. هو عبده عامل ايه دلوقتي يا باشا؟ فاق وهناخد اقواله النهارده. طب كويس كويس يا سعاده الباشا. وبعدين لو سعادتك سالت عبده هيقول لك ان انا ماليش علاقه باللي حصل ده خالص. اتمنى اعرف تقدر تروح وبسلم لي على الجماعه واقول لهم ان انا اول ما اظبط شغلي كده هبقى اجي اطمن عليهم بنفسي. تهانس تهانس وتشرف يا سعاده البيه، ربنا يخليك لينا يا سعاده البيه وما يحرمناش منك ابدا يا اصيل بالاسم. سلام عليكم. طب كويس قوي، انت ما تعرفش انا كنت خايفه قد ايه احسن ما تعرفش تتفاهم معاها. بس بجد يعني النتيجه اللي انت عملتها دي هايله يا بنتي. عيب عليكي، هو انا اي حد؟ قعدتي بس تقولي لي ماما صعبه وما هي ماما طلعت زي الفل وتتحط على الجرح يطيب. بس عارفه احلى حاجه ايه؟ ان انا قدرت اكسبها في صفنا، واللي احلى منها ان انا كمان خدت منها معاد نيجي نزوركم على طول بعد الامتحانات انا وامي. خلاص يبقى كده مش فاضل غير مامتك ان انت تقنعها، واول ما اجي بكره الكليه لازم تحكي لي كل اللي حصل. يعني انت واثق انك هتقدر تقنعها؟ لا طبعا مصدقاك، لان انت طالما قدرت تقنع ماما يبقى هتقدر تقنع اي حد في الدنيا. اوكي هاجي بدري ما تقلقش، وانت كمان هتوحشني قوي. اوكي يلا خلي بالك من نفسك، تصبح على خير، باي. انا ما كنتش اعرف حكايه ايجار الشقه دي. مفيش مشكله يا طنط. يقطعني يا بنتي، والله ما اعرف انك محتاجه لشقه جدك كده، والا ما كنتش فكرت في ايجارها ابدا. يعني انا اجرتها عشان لقيت الدنيا زنقت علينا، وقلت اهو قرش يخش لنا يساعد شويه على المعيشه اللي بقينا فيها دي. ربنا يقويك يا طنط، ولا يهمك، انا كنت عايزه اجي عشان اقعد اذاكر في الهداوه، لكن معلش عادي بقى هرجع انا بيتنا. الله ترجع بيتكوا ليه بس يا بنتي؟ ما انت قاعده ما هو ده زي بيتكوا، وقاعده مع اولاد عمك وزي اخواتك، واقعدي مع اختك في الاوضه ايه اللي هيجرى، وذاكري براحتك يا حبيبتي. لا يا طنط معلش، انتوا البيت عندكم زحمه وانا مش حابه ان انا اضايقكم. يخص عليك يا سميه، دي كلمه تطلعها من بوك برضو كده؟ ده انا خالتك نجاه كده برضو حبيبتي، ما شلكيش الارض شلك راسي من فوق. ما تحرمش منك يا طنط معلش، خليني على راحتي. يلا تصبح على خير. ايه يا بني ادم مالك واقف زي الصنم كده ليه؟ ما تتحرك. صعبان عليا يا مشحطه السميه كل شويه من حته لحته. يا اخويا صعبان عليك؟ طب لما هي صعبان عليك ما مسكتش فيها تقعد في وسطنا ليه؟ الله انا قلت انت لو عايزاها هتمسكي انت فيها، انا مالي؟ انت بتستهبل يا واد ولا بتستهبل؟ امسك فيها ايه؟ ما انا قعدت اتحايل عليها وانت واقف زي الصنم مش عايز تتحرك. انا قلت ادي لك فرصه يمكن تعرف تتصرف ولا تعمل حاجه. اهي دمك ولحمك، بنت عمك برضه. بقول لك انا ماليش عمامه، اقفلي السيره دي. اها دي كلمه تقولها؟ اخس عليك. طب يا ذنبها ايه؟ دي سميه، سميه حبيبي. ما انا عارف يا امنا يا سميه. ياما انا ما بقتش فارقه معايا تقعد ولا تمشي ولا ان شاء الله تروح في اي حته. ياما انا ما بقاش فيا حيله اتحايل على حد. الله في ايه يا ابني؟ مالك مخنوق من الدنيا كده ليه؟ انت لسه رحت ولا جيت؟ ايه اللي خانقك كده ومضايقك بالطريقه دي؟ يوه ياما سيبيني في حالي عشان خاطري، سيبيني في حالي. يوه استغفر الله العظيم يا رب.
وسبتي يا حبيبتي يا بنتي. اخس عليك يا زوم، ليه كده يا حبيبتي؟ ليه يا حبيبتي؟ ليه يا ضنايا كده؟ ليه؟ شفت يا ضنا، وصل بيا الحال يبقى ابويا وامي على وش الدنيا، وانا مش لاقيه مكان اروح. اخلصي، اوعي تقولي كلمه زي دي، ده كلام تقوليه؟ ان شاء الله ليك الدنيا كلها طول ما انا موجوده وربنا مديني صحه وعافيه. وبعدين بيت عمك راضي الله يرحمه، الف رحمه ونور عليه، مفتوح لك يا اختي. ده انت صاحبه البيت واحنا اللي ضيوف عندك كده برضو يا ضنايا، تعملي كده؟ ايوه يا طنط، لكن يعني بس ملكينش. يلا اتفضلي يلا عشان تطلعي تنامي جنب اختك فوق. يلا، ده انت حطيت في عينيا الاثنين. يلا بيت يا باخ يا عمري. بس انا مش عارفه اعمل ايه، بس اعمل ايه؟ خمسه وخميسه وعيني عليك برد، اللهم صلي على النبي، الله اكبر عليك، بقيت زي الفل، وشوف قعدتك في وسطينا بالدنيا وما فيها. ده الدكتور كمال قال ان شاء الله انك بعد كام حقنه كده هتقدر تتكلم على خفيف. شفت ازاي الخير على دوب الواردين، ولا ايه يا سمي؟ ربنا يخليكي ليا يا طنط، ده فضل دعواتك ودعوات جدي. يا حبيبي، انت عارفه بيقول لك ايه يا سمى؟ بيقول لك ما تشيليش هم خالص يا حبيبتي. ان شاء الله ما نحرم منكم يا رب، وربنا يشفيك يا جدي. انت عارف اهو انا قاعده معاكوا كده مش مخليني محتاجه اي حاجه من الدنيا. ان شاء الله ما تحتاجي لحد في الدنيا دي كلها يا سمى حبيبتي. طب يلا، انا حضرت لكم الاكل على السفر، قوموا اتعشوا وانا هاخد جدكم واطلع في البلكونه نشم الهوا، وان شاء الله بعد ما تخلصوا عشاء تقعدوا تذاكروا بقى على رواقه كده في الهداوه دي. يا نهار اسود ومنيل، ينيلك هو انت يا ولاد تسكن الصبح وزار عليك هعزلك بالليل؟ لا جيالك بالاذن يا حاج. لو سمعت خربشه بس لا اطلع ارميكي من فوق، انا مش ناقصاك يا ولية انتي. اسمعي يا ولية انتي، انا من اول ما شفتك كده وانا مش مرتاحه لسحنتك دي، مش مريحاني. والله انا اللي مش مرتاحه يا ولية يا شرشوحه، انتي اخبطي دماغك في الحيط. انا اخبط راسي في الحيط وليه شرشوحه؟ طب عليا النعمه من نعمه ربي ما انت بايته فيها الليله دي، وكويس ان شنطك على الباب اهو، وادي الصوره اللي انت ماسكه عماله بتقدقي فيها. ايه ده؟ صورة العذراء فيها حاجة دي؟ لا يا اختي مفيش حاجة، كل خير ان شاء الله. ايوه كده الحمد لله، اهو الخط وقف اهو. عيب عليك يا بنتي، دي نجات برضو مش اي حد. ربنا يستر بس ما تكونش الست خلصت في ايديها فوق. الله،
جميلة، بسم الله ما شاء الله. اتفضلي يزيد فضلك. ان شاء الله يا ام النور. ان شاء الله يا ام النور. شيل الله يا عبد. تعرفي انا كتبني الله يرحمها الف رحمه ونور عليه كانت لازم تصوم صيام العطر ولا كانت تجلي سنه من السنين. انا كان عندي جاره كده، يا ويلي يا ويلي لو عملت فطير الملاك وما بعتلهاش منه. طب ما انا كمان يا ويلك مني لو عملت فطير الملاك وما بعتلش منه هطلع ارميكي من البلكونه. عامل لك ايه؟ لا ده انا من عينيا الاثنين. يسلم عينيك يا حبيبتي. إيه؟ بس اللي عارفه في الاول كده انت ما كنتيش نازله لي منظور، بس باين عليك قاعده تطلعي كويسه. يعني انت اللي رحت بعيد؟ طب ما انت كنت واقفه لي في ام المعده. بس على راي المثل زي ما بيقولوا، تعرف الناس اللي اعرفهم قال عشرتهم؟ قالوا لا، يبقى ما يعرفهمش. لازم الناس تعاشر بعضيها عشان يحكموا على بعضيهم. انت اسمك نجاة صح؟ ايوه حاجه، قصدي يا مقدسه. بس جوز الله يرحمه الف رحمه ونور عليه، هبحكي لك عليه بعدين، كان بيدلعني يقول لي يا نوجة. انت بقى عاوزاني اقول لك ايه؟ تقولي لي يا ايريني زي ما انا بقول لك يا نجاة. ايوه بس ما ينفعش يعني عشان خاطر عشان فرق السن اللي بيني وبينك. يعني سن ايه ده؟ انت تخلفيني ايه ده؟ اما انت ولا ما عندكيش دم صحيح؟ ما كنت لسانك كويس ولا كنت ماشيه كويس؟ ايه اللي عوج لسانك؟ على كل المره دي هعديها، بس المره الجايه لا يمكن ابدا. انا هروح بقى اجيب عده القهوه واعمل لك فنجان قهوه تحلفي بيه طول حياتك. معلش يا ريري يا حبيبتي مش هينفع دلوقتي، انا لازم انزل عشان كنت طالعه على اساس بتخانق معاكي. هنزل اطمن عيالي وكمان عندي حمايه بعافيه شويه، هنزل اطمن عليه واقعد معاه خليها وقت تاني. ايش خليكي قاعده معايا؟ انا زهقانه، نقعد كده ندردش ونسلي بعض. خلاص انا يا الاثنين ولا يهمك، هاتي حاجتي القهوه وحصليني تحت على الشقه نتسلى براحتك يا ريري يا حبيبتي. يا نوجة يا حبيبتي. الله دي طالعه من بوقك بتنقط عسل. ده انت مش هتنوري شقتي تحتي وبس، ده انت نورتي البيت كله والمنطقه كلها. تعالي في حضني يا حبيبه قلبي. تعالي يا حبيبتي. جايبة الشاي بنفسك؟ أمال فين سعدية؟ أنا اللي قلت لها. عموما الشاي من إيديك هيبقى مختلف. وعدتني سامر. معقول يا رجاء؟ معقول برضو؟ يعني بكوباية شاي أنفذ لك طلب كبير زي ده؟ تحت أمرك. عارفة يا رجاء؟ أنا عرفت ستات كتير قوي على كل شكل ولون من جنسيات مختلفة، فيهم ملكات جمال، وجت عليا فترة من الفترات زهقت من كل ستات الدنيا، لكن انت بقى جمالك من نوع خاص، جمالك في عقلك، في قوة إرادتك، إنك استحملتي رغم كل اللي شفتيه. أنا فاهمة، بس إحنا اتفقنا نصبر، أنا محتاجة وقت أسترد نفسي، لو قربت منك في المرحلة دي هبقى بكذب عليك وعلى نفسي. يا عقلك منظم قوي وتفكيرك مرتب ومقنعة إلى حد كبير. لو حد اتعرض للي انت اتعرضتي له ده كان مستحيل انه يتحمل. سامر وحشتك الدنيا يا رجاء. سامر وحشني اكتر. خلاص يا رجاء هخليكي تخرجي تشوفي سامر وتشوفي الدنيا.
انت فين يا راجل؟ ده انا من الصبح بدور عليك. راح فين ده؟ اهدى يا عم، اهدى عشان خاطري، اهدى كده وصلي على النبي. يا عم شيل المسدس ده، لا يطول السلاح، يطول يا عم. اخف. حاضر. ايوه يا راجل كده، سمعني صوتك. تصور والله صوتك وحشني يا عامر. ما انا بقول لك اخف. حاضر. هي الليله باين. اهدى اهدى. ايه في ايه؟ في ايه؟ ما عندك اهو سليم. في ايه يا عم؟ ايه اللي حصل؟ خليه يشيل الزفت اللي في دماغي الاول قبل ما السلاح يطول، وبعدين يلغي معايا زي ما انت عاوزه. نزل المسدس يا عامر وفهمني بالراحه ايه اللي حصل، واعرف ابيع عمل ايه. ستر ستر عليك، خسرتك عرفة. ألو؟ إيه؟ بتقول إيه؟ لا 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 لا، خلاص ما حدش يقول حاجة ولا يعمل حاجة، أنا جاي حالا. يلا. حركة زي دي كان ممكن تدفع حياتك تمنها يا عرفة. مع اني حذرته من كتر الفضول والاسئله، وفهمت ان كل حاجه يفهمها في وقتها. يا جماعه يا جماعه، انا بتصرف عادي. الله، مش انا خلاص بقيت واحد منكم؟ ليه قلقانين؟ بتعاملوني ليه كده؟ انت فعلا يا عرفه بقيت واحد مننا. امال ايه بقى؟ لما بتدخل المدرسه بتكون واحد من المدرسه، بس بتبدا من سنه اولى وبتمشي واحده واحده لغايه ما تتخرج. مش مجرد انك بقيت في المدرسه هتتخرج من سنه اولى. استعجالك وفضولك يا عرفة ممكن يقضوا عليك. عامر عنده أوامر إنه يخلص على أي حد يقرب من المكان ده. وأنا مستغربة إزاي عامر صبر عليك كل ده. أصل أنا بحب عرفة قوي، وكان عندي إحساس إنه هو هيعمل الحركة دي، عشان كده نبهت على عامر إنه ياخده بالراحة والهداوة وبعدين يبلغني. طيب الحمد لله. بس هو عنده عمر من دلوقتي، اذا اتكرر التاني هيخلص. انا بس في سؤال تعبني ونفسي اعرفه، المكان ده فيه ايه؟ وبعدين يا عرفه، وبعدين يا حبيبي. الله، انت هتخليني اشك في ذكائك وازعل منك؟ قلنا لك كل حاجه هتعرفها في وقتها. ماشي خلاص. هو بس انا كل الحكايه ببساطه ان انا يعني قاعد كده فاضي ما بعملش حاجه، فقلت يا دي تسلى شويه. لكن ليكوا عليا ساعه الجد وساعه الشغل هخلص خالص ومش هسال اي سؤال. تقدر دلوقتي تطلع اوضتك ترتاح. ماشي، صباح الخير. انت من اهل الصراحه عنده حق، مش صح نسيبه قاعد فاضي كده. أنا خلصت إجراءات سفر وهحجز له على أول طيارة. Thank you.
الله يجازيك يا عم، عرف الطريق. تعالى يا شاكر، يا شاكر. تعالى ما تخافش، تعالى تعالى، قلت ما تخافش، تعالى تعالى. ايه هتسلطي مين عليا المره دي يضربني؟ تعمل كده ليه يا شاكر؟ لقيت نفسي شخص مش مرغوب فيه، صليت عليا الناس عشان يضربوني، فقلت اجي اطمن عليكي بنفسي كده من بعيد لبعيد. تعال 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 تعبان عليا، تعبك قوي يا شاكر. لو صعبان عليك كنت رجعت معي. مش هينفع يا شاكر، مش هينفع. وبعدين انت مش بتصحى بدري عشان عندك شغل؟ ليه بس تسهر كل ليله كده؟ لا، ما انا قدمت استقلت من المدرسه بعد ناس كتير. وعايش ازاي؟ بعت حته الارض اللي عندنا في البلد، ولميت كل مدخراتي حاططهم في البنك، وديعة يعني، ودينا اهو عايش من فوائدها. بقولك ايه، انا هفك الوديعة دي يا سماح. ليه؟ يعني اديكي فلوس تعملي بيها اي مشروع، كوافير، بوتيك، تيجي تعيشي معايا تاني. ما ينفعش يا شاكر، ما ينفعش. انا ما افهمش في المشاريع دي ابدا. وبعدين هاخد القرشين اللي حيلتك اضيعهم ونلف نشحت انا وانت. انت ليه بتعملي كده؟ ليه بتقفلي كل البيبان اللي بيني وبينك عشان تيجي معايا وتعيش معايا تاني؟ سماح، انت عارفه انت اختي الوحيده، انت اهلي كلهم، عايزك تيجي تاني وتعيش معايا، عايز اطمن عليك قبل ما اموت. هتفتكر ان حالي كده عاجبني؟ طب ومستنيه ايه؟ مستنيه فرصه، بس فرصه صح ومضمونه، ساعتها اخلص من اللي انا فيه ده. افرضي ما جاتش الفرصه دي؟ هتيجي يا شاكر، لازم تيجي. ولحد ما تيجي هتعمل ايه يا سامي؟ انا سالي اللي انت شايفها قدامي. طب انا همشي، انا بقى اروح يعني واسيبك عشان تستريح. رأيك أعشق إيديا زي زمان؟ بجد؟ أنا موافق، بس ليه شرط؟ أنا هتشرب؟ قول يا سنت. أنا اللي كده بتعشيني سماح، وعايز برضو الولاد اللي تعشيني برضو أختي سماح. سماح ولا سالم، المهم نتعشى مع بعض وخلاص، ولا إيه بقى؟ طيب أنا هروح. حضرتلك عشا بقى، هتاكل صوابعك وراه. Thank you.
ايه رايك يا باشا؟ المنطقه دي ما دام متامنه بالشكل دوت يبقى اكيد فيها حاجه. انا حاسس يا باشا ان اللوز هيتحل اول ما ندخل في العرفه ونوصل للمنطقه دي بالذات. بص، احنا لمينا دلوقتي كل الخيوط في ايدينا، احنا نبلغ القياده وننتظر الامر بالتنفيذ. اتأخروا ليه قوي كده تحت؟ عايزك الزيارة الجاية تجيب لي سامر معاك. سامر؟ بس الحكاية دي محتاجة إجراءات. اعمل كل الإجراءات اللي أنت محتاجها واللازمة. لازم أخلص من سامر، مش لازم أسيب خيط لأي حد عشان يوصلني. طب ورجاء وسعدية؟ بعد ما أخلص من سامر هخلص من رجاء ومن سعدية، هخلص من الكل. أنا خلاص زهقت، اشتقت للرجوع بقى. حاضر يا فندم. علشان ترجع لازم تنفذ تعليمات السنيور وتعرف ايه اللي في الظرف. هعرف هعرف. تهديد بقى واضح وصريح يا عرفة. طب انت ونهايتك خلاص تعرفت وهمنت نفسك بكارتي يمكن ينقذك. ترى هيبقى عندك فرصة تعمل اللي كان نفسك تعمله من زمان يا عرفة؟ ترى هيبقى عندك فرصة تفتح الدولاب ده وتخرج اللي فيه، ولا هتموت وسرك معاك يا عرفة؟ أخسرتك يا عرفة. مالك يا باسم يا ابني؟ مش مرتاح جدي. كل اللي انت فيه ده ومش مرتاح. وظيفة وعربية وجوازة جاية في السكة، تبقاش طماع بقى يا اخي. والله يا جدي ولا حاجة من اللي انت قلتها دي ليها طعم. طبعا يا ابني ملهاش طعم، عشان جاتلك بالساهل ما تعبتش فيها. الحياه
الحاجة عشان يبقى لها طعم، وطعم حلو لازم تعملها بإيدك وبتعبك وبعرق جبينك. ساعتها يا ابني حبيبي هتحس بالسعادة. نفسي احس بطعم السعادة واجربها. يا ريت يا ابني، يا ريت تجربها. ادعي ربنا انك تجربها زي انا ما جربتها. وابوه الله يرحمه جربها، وعشان كده ربنا كتب له الشهادة. تعال هنا، انا مش هسيبك غير لما اعرف في ايه. عايزه فلوسي يا عطا، رجع لي فلوسي. فلوسي فين؟ قلت لك 100 مره انا حاسس ان لسه البضاعه ما اتصرفتش. انا ماليش دعوه بالكلام ده، انا عايزه فلوسي. طيب انا كده هتاخر على الصيدليه، نتكلم بعدين. ايه يا اخويا بعدين؟ بقولك ايه، لا بعدين ولا قبلين، انا عايزه فلوسي دلوقتي. يا اما هطلع روحك في ايدي يا حرامي. انا صابر انت. بس ايدك، انا صبرت عليك يا محاسن، مش هصبر عليك تاني. ولو نطعت الكلمة هكسر دماغك. يا شفتي انا تقولي الكلام ده؟ انا يا عطا شكل طبت وصبر عليك يا محاسن، هما اللي طمعوك فيا. خلاص يا اخويا، رجع لي كل الفلوس اللي خدتها مني، وكل واحد فينا يروح لحاله. فلوس ايه يا ام فلوس؟ انت مالكيش حاجة عندي خالص. ايه ده، انا وديك في 60 داهية، ده انا بلغ عنك واسجنك. يا سلام، انا اروح ابلغ معاكي كمان يا حبيبتي. عندك حاجة تثبت كلامك؟ يعني تلمي نفسك يا محاسن وتحمد ربنا وتبوسي ايديك وش وضهر اني مستحمل واحدة زيك. انت مستحملني انا؟ مستحمل قرفك ورزالتك، لكن بعد كده مش هسكت لك يا محاسن. ايه هتعمل ايه يعني؟ هطلعك وهرميكي واسيبك زي البيت الوقفة هنا لوحدك. هتطلقني؟ هتطلقني يا عطا بعد ما خدت اللي ورايا واللي قدامي؟ عشان كده يا محاسن يا حبيبتي عايزك تلمي نفسك على الاخر وتعيشي من سكات باللي هرمهولك، والا هسيبك ومش هتلاقي تاكلي. انت يا عطا، انت يطلع منك ده كله يا عطا؟ دي اخر فرصه ليك يا محاسن، واذا سمعت حسك بيعلى في البيت ده هتبقي انت الجاني على روحك. ناس تخاف ما تختشيش. مالك؟ مفيش يا ماما، انا بس مرهق شوية. عمر الارهاق والتعب ما يشغلوا البال بالشكل ده، وانت بالك مشغول قوي. في ايه يا هاني؟ مفيش يا ماما. يا ابني، يا ابني حسسني مرة ان انا امك، افتح لي قلبك وفضفض معايا. ايه الورق اللي معاك ده؟ دي بعض التقارير عن الاحداث اللي انا شفتها. وفي ايه التقرير ده؟ في اللي انا شفته. ويا ترى شفت ايه؟ الظهر اللي انت شفته ده ضايقك. انا اللي شفته كتبته، بس هما مش عايزين ده، هما عايزين جزء معين منه. انا مش فاهم. بص يا ماما، انا فعلا لقيت فيه مشاكل، بس من ناس ليها اغراض ومصالح معينه، لكن الناس البسيطه اللي هم اهل مصر الحقيقيين مفيش حاجه شغلهم غير لقمه العيش، وحكايه الاضطهاد دي يعني حاجه بعيده جدا ما بيفكروش فيها. طب كويس انك انت لقيت وشفت ده بعينيك. عارفه يا ماما، لما بتحصل مشكله في قريه من القرى يعني من ناس ليها اغراض ومصالح بعيدا عن الدين، المسلمين بيخبوا جيرانهم المسيحيين عندهم في البيت وبيحموهم وبيبقوا متضايقين جدا من اللي بيحصل ده. وده مكتوب في التقرير اللي معاك؟
ايوه. الا طب ما تبعته، ابعته يا ابني وقول الحقيقه. يا ماما ما انا لو بعته مش هياخدوه كله، هياخدوا جزء معين منه. كدبهم وقول لهم الحقيقه. لا اكدب ايه؟ ده انا كده ممكن اخسر كل حاجه. تخسر ايه يعني؟ هي الحكايه مكسب وخساره والحقيقه يا ابني. مش معنى انا يعني اللي هقول الحقيقه يا ماما، دي لعبه اكبر مني. هم عايزين كل بلد يبقى ليها ملف عندهم، دي دولة إرهابية، دي دولة عندها تمييز ديني، دي دولة مش ديمقراطية. يا ابني مش مهم الملفات، يعملوا ملفات زي ما هم عايزين، المهم إحنا ما نديلهمش السلاح اللي يحاربونا بيه. أنا ماليش دعوة، أنا هعمل المطلوب مني واللي يحصل يحصل. مش عايزك تزعلي مني يا ماما، بس أنا ليا دور محدد لازم أقوم بيه وإلا هخسر كل حاجة. عموما أنا شايف إن ده الوقت المناسب إن أنت ترجعي معايا، نسافر مع بعض ونجتمع بقى ونبقى. هو فعلا ده الوقت المناسب إنك أنت ترجع مكان ما كنت. أنا بدأت أشك في حكاية البوليس دي. أنا كمان خايفة تكون لعبة من العيب فكار. عارفة أنا ما بقتش خايفة على نفسي، أنا كده كده ضايعة. أنا بعد ما قربت منك وعاشرتك بقيت خايفة عليك أنتي. هو أنتي تهمتك إيه يا سعدية؟ قتل؟ معقول؟ قتلتي مين؟ جوزي. جوزي كان قاسي عليا قوي، كان متعته تعذيبي، كان بيضربني وهو زي الوحش. في يوم نزل فيا ضرب، خفت منه ما قدرتش استحمل، جريت رحت على المطبخ لقيت قدامي السكينة، مسكتها وضربته مات. انت كده كنت بتدافعي عن نفسي؟ انا ما اعرفش حاجة استهانم، لا اعرف اروح ولا اعرف اجي، هربت. وقت بقيت فكار جابني هنا وبعدين اتحكم عليا غيابي بمؤبد. عارفة يا سعدية لو ربنا خرجنا من المحنة دي انا هقف جنبك وهساعدك وهوقف لك اكبر محامي في البلد، ان شاء الله هتاخدي حكم مخفف. انت طيبه قوي يا استاذ رجاء، ربنا يا رب يسترها معاكي ويخلي لك ابنك سامر. انا مش مهم، صدقيني يا سعديه انا مش مهم خالص، المهم سامر يبقى بخير، ادفع عمري ويبقى بيه بخير. انا بصراحه انا والضابط اشرف ما كناش عايزين ندخلك في الموضوع ده، بس بيني وبينك احنا محتاجين مساعدتك. انا تحت امرك يا سعاده البي، حضرتك جربتني قبل كده في موضوع الفيلا وتصويرها، واديك شفت صورت لك اللوز بتاعه الفيلا، كل خن في قلب الفيلا. ما تقولش كان ابويا الله يرحمه مصوراتي. حلو الكلام. بصراحه انا من دلوقتي هرتب الشغل وهعمل حسابي ان انت معانا. الا معاك ده انت تؤمر من ايدك دي لايدك دي وانا نفس. انت عارف انا مرات السور راضي الله يرحمه الف رحمه ونور عليه، يعني فاهمه كل حاجه ان شاء الله، واللي انت عاوزه تطلبه مني انا انفذه. هيحصل يا ست نجات ان شاء الله، بس كل شيء في وقته. خدي بقى المفاجاه الثانيه دي. لا مفاجاه ثانيه، ده انا قلبي ما يستحملش يا مصطفى بيه، مفاجاتك كتيره الصراحه النهارده، ده انا قلبي من جوه بيعمل كده. ضيف بقى شغال معانا في الخدمه. الله، هي البلد كلها شغاله معاكم في الشرطه وانا نايم على وداني مش عارفه حاجه؟ لا عبده ده مهمه محدده، احنا جندناه عشان العلاقه القديمه اللي بينه وبين عرفه، يحاول يعرف لنا اي حاجه عن نشاطه. طب ده عبده، طب وضيف بيه؟ يعني كانت مهمته ايه في الموضوع؟ انا بقى اللي سربت حكايه ان اشرف بيه بياخد رشاوي عشان ما حدش يقلق منه، وانا اللي شغلت درش، قصدي يعني مصطفى بيه، شغلته معاكم. حلو الكلام؟ اللي حلو الكلام ده حلو قوي 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 قوي. لسه بقى في مفاجاه جامده جدا 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 يا ست نجاة. لا اعملوا معروف انا مش قد مفاجاتكم النهارده، لا بجد يعني. السر راضي الف رحمه ونور عليه هو اللي حطني وشغلني في القهوه عشان ابقى عين للمباحث. عارفه ليه؟ اقول لك ليه؟ عشان بقى ادلهم على العيال اللي بتشرب مخدرات وبتشرب بنج وبتعمل اي كلام فاضي، وادلهم كمان على اي حاجه وحشه وبايظه بتحصل في الحته. حلو الكلام؟ الله يرحمه كان اختياره في محلي. الله يرحمك يا راجي، كنت حمينا وانت في الدنيا وانت حمينا في دار الحق.
برضه ما ردتش عليا في سؤالي، انت فعلا اتقدمت لساره ولا لا؟ لا امير صدقني انا مش هزعل، بس لو قلت لي الحقيقه. بص يا ندى، ماما كانت عايزاني انساكي باي طريقه، فحاولت تقرب ساره مني وتقنعني بيها بس مش اكتر. ماما، ويا ترى بقى ماما اتكرمت امتى وغيرت رايها كده؟ تقدري تقولي هي حست قد ايه انا كنت متمسك بيكي؟ بقولك ايه يا امير، ما تيجي نتغدى مع طنط كريمه النهارده في المكان اللي دايما بتحب تقعد فيه، اصلها وحشيني قوي. ماشي زي ما تحبي. اوكي يلا بينا. هو عارفه مش هنا؟ يا عم طب قول سلام عليكم الاول. السلام لاهل السلام يا عبدو مش لامثالك. الله الله الله، بالراحه علينا بقى وعلى نفسك وقول لي فيه. مالكش دعوه انت، انا كلامي مع اللي مشغلك. لسه ما جاش، اقعد استناك. طيب هقعد استناك. اتفضل اقعد. هنا؟ اقعد استناك هنا؟ واقعد طول الوقت خلقتي في خلقتك؟ لا 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 لا، انا هقعد استناك هناك على القهوه. استنى بس يا استاذ شاكر، ما انت لو تقول لي عاوز اعرفها فين. مش هقول لك. يا عم ما تتعبش قلبي بقى وقول لي، يمكن اشور عليك يمكن اريحك. والله هزلك، والله العظيم واحد زيك انت يشور عليا انا تبقى هزلك. الله يسامحك، رغم الاهانه اللي انت بتوجهها لي انا هبلعها لك. بس قول لي بقى، انت عاوز اعرفها في حاجه تخص سالي؟ سالي؟ انا ما اعرفش حد بالاسم ده، انا عايز اساله على حاجه تخص اختي سماح. ايه هي بقى؟ يعني حاجه كان اعرف اشيلها مع اختي وانا عايز ارجعها لك. ايه هي الحاجه دي يا استاذ شاه؟ يا اخي ابعد عني بقى، صدعتني لما يجري يبقى اندالي من على القهوه. اف يا ترى عرف شايل ايه مع سالي وشاكر عايز يرجعه؟ معقول سر عرف عند سالي؟ انا لازم اعرف الحكايه دي وابلغ بيها الضابط اشرف. فجأة حلوة قوي يا ندى انك تجيبي امير وتيجي تقعدوا معايا. اصل حضرتك وحشتيني جدا. وانتي كمان وحشتيني قوي. ماما عاملة ايه؟ كويسة. وعرفة بيه؟ الحمد لله، من ساعة اخر مرة ما تقابلنا مع بعض في الفيلا وانا معرفش عنه حاجة. ليه؟ يعني شوية مشاكل كده ما بينه وما بين ماما. معقولة برضو في حد يزعل عرفة بيه؟ هما احرار مع بعض بقى. بقولك ايه يا امير؟ روح هات الدواء بتاعي اللي بتاخده بعد الاكل ده، هتلاقيه في تابلو العربيه عشان خاطري. حاضر اجيلك على طول. عايزه اقول لك كلام قبل امير ما يرجع. اتفضل. علاقتك بعمك لازم تكون قويه، ما تتاثرش باي حاجه، لازم تكوني ذكيه وتعرفي انك انت لازم مصلحتك مع عمك. مصلحتي لوحدي؟ يعني ايه؟ يعني لو ما كانش عمي هو عرفة بيه المرشدي، يا ترى حضرتك كنت وافقتي تيجي تخطبيني الامير ولا كنت فضلتي عليا ساره؟ لو انت فعلا بتحبي امير ومتمسكه بيه هتعرفي اجابه السؤال ده، وهتعرفي ان مصلحتك مع عمك. اقعدي يا ندى، انا فاكراكي اعقل من كده. انا مش عارفه انا ازاي عملت كده، ازاي سبت شويه مشاعر عبيطه تتحكم فيا للدرجه دي. لا وايه، وتخليني كمان اجيب واسطه علشان حضرتك توافقي عليا تجوزيني ابنك؟ بقولك ايه، تنسيش نفسك. انتي اصلا ما تستاهليش ان انا اتكلم مع واحده زيك. عارفه بيه عندك، فضلي حضرتك روحي اعرضي نفسك عليه يمكن يوافق ويجوز واحده زيك. عن اذنك يا كريمه هانم. ايه ايه رايحه فين؟ انا ندى بنت الشهيد راضي وبنت الست الشقيانه في المشتل نجات. والله بقى اذا قدرت تقنع بيا الست هانم والدتك وانا كده اهلا وسهلا، ما قدرتش فانا مش عايزاك اصلا. استني يا ندى، ايه لازمه الكلام ده كله؟ احنا ما صدقنا ان الامور ابتدت تتحسن، ليه كل ما تتحسن انت تبقي عايزه تعقديها اكتر؟ وبعدين يعني انت عارفه كويس قوي ان ظهور عمك هو اللي حل الموضوع، لكن بالنسبه لي انا مش فارق معايا يظهر او ما يظهرش، اللي فارق معايا ظهور عمك هو امي فقط لا غير. خلاص يا امير، ادي عمي موجود عندكم هو اشبعوا بيه انتوا الاثنين، لكن انا بقى مش عايزه اشوفه وشكوا انتوا الاثنين، اوعى من وش. ممكن اعرف قلت ايه لندى لما وزعتيني؟ قلت لك الكلام اللي لازم تعرفه.
انها ما تسواش حاجه من غير عمها. يعني ايه مشاعري عندك ملهاش حساب؟ مشاعري مشاعري يا ابني يا حبيبي، دور على مصلحتك بقى. في النهايه ساره زي ندى زي اي حد، المهم البنت اللي تعرف ترتبط بيها تعرف تقف جنبك وتسندك. ماشي يا كريمه هانم، اعملي ما زاد علني واعرضيني فيه، واللي يدفع اكتر يشيل. ولد اهدى، احنا مكان عام. مش اهدى ولا سامحك على اللي بتعمليه معايا طول عمري، وهسيب لك الدنيا كلها وامشي. هتلف تلف وهترجع تاني زي كل مره، وساعتها هحاسبك على الكلام ده. عليك يا قريم بقى طبعك قلبك تطردي هاني؟ هاني اللي طول عمرك متعذبة عشان هاني واخته، جابك قلبك وطردتيه؟ ايوه طردته، مكانش يرجع اللي في دماغه ويفوق لنفسه، انا هطرده من قلبي كمان. ما تقدريش يا قريم، ما تقدريش، البق بيتكلم والقلب بيقول لا. اسأليني انا، في كلمة قلتها لولادي قلت لهم اصلكم الطيب هيرجعكم ليا، وانت ابنك اصله طيب وان شاء الله ان شاء الله هيرجعك، زي ما انا كمان عشمانه في ربنا ان ولادي يرجعوا عن اللي بيعملوه ده. يا ريت يا نجاة، يا ريت هيرجع ان شاء الله، هيرجع لك يا ريت. مش عارفه انا بعمل ايه، سامحيني سامحيني. سامحاكي، الحمد لله على السلامة يا بنتي، راضي راضي وبجات، الف حمد لله على سلامتك يا حبيبتي. بعد اللي عملته استحق اكون بنت الشهيد حضرتك؟ طبعا انت ست عظيمه زيك. طبعا يا حبيبتي، طبعا يا قلبي، واحنا كمان شرفين بيكي يا قلبي. تعالي في قلبي، تعالي وحشاني، تعالي. بطل عياط، انا ماليش مزاج اعيط، ده انا لسه مكحل عليا وبعدين هتسح على خدودي. الاخبار يا عبد؟ كله تمام يا عرفه بيه، الاستاذ شاكر بس سال عليك. شاكر؟ عايز ايه شاكر؟ بيقول ان هو معاه امانه كنت انت سايبها مع اخته سماح وعايز ارجعها لها. امانه؟ ايه يا عرفه بيه مالك؟ لا 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 مفيش، بعدين شاكر ده مقبول يعني، ما تاخدش على كلامه. اه على رايك. انا مستنيك من الصبح وعايزك في حاجة مهمة. أوي أوي يا أستاذ شاكر، تحت أمرك. طب يا عبدو روح أنت شقر على المخازن على ما أشوف شاكر عاوز إيه. تحت أمرك عرفة بيه. أيوة يا أستاذ شاكر، تحت أمرك. عايز أرجع لك الحاجة اللي أنت سايبها مع سماح وأختي. حاجة إيه؟ اللي عايز تحمي بيها نفسك وتضيعها هي. الظرف. خلاص تعال ادخل. يخرس خالص،
اوعى تجيب سيره الموضوع ده نهائي، تفهم ولا لا؟ فاهم، بس على شرط خد بلاويك وابعد عننا. هاتوا هات، حسك عينك حد ياخد خبر بالموضوع ده، والا قسما بعصرانه هقتلك انت واختك. انا موافق بس تبعد عنها وما تعرضش حياتها للخطر، انت سامع؟ اتفضل اتفضل. كنت فاكرك اعقل من كده يا سالي، كنت فاكرك اعقل من كده. شاكر يا شاكر يا شاكر يا شاكر. انا ايه مالك؟ مفيش. انت جاي منين كده؟ من عند عرفة. بقول لك ايه، اختك بقت في بيتك، يا ريت تحافظ عليها وتبعدها عن عرفة عبدة خالص، وانت كمان تبعد عنه. هو ده اللي انا عملته، بعدتها عنهم خالص، حتى عرفة كان مديها حاجه كده يعني شايلها معاها، رجعتها له. حاجه ايه؟ ظرف بيقول قال ايه بيأمن بيه نفسه. شفت، اكيد بيشتغل شغله مشبوهه وعايز يجيب رجل اختك معاه. بس انا مش هديله فرصه ابدا. بقول لك يا شاكر، انت ما تعرفش الظرف ده كان فيه ايه؟ لا. ولا اختك؟ مش عارف، كانت اختي تعرف ولا لا؟ ما اعرفش. خساره. نعم. لا قصدي يعني لو كنا عرفنا ايه الشغله المشبوهه اللي هو بيشتغلها دي كنا بلغنا عنه وخلصنا منه. المهم ان انا بعدتها عنهم خالص ورجعت له حاجته وحميت نفسي وحميت اختي. خير ما عملت يا شاكر. بس بقول لك ايه يا دكتور، الكلام ده سر بيني وبينك، لان لو عرف عارف ان السر ده طلع بره هيركبوا 100 عفريت. لا 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 اطمن يا شاكر، ولا كاني سمعت حاجه خالص. تعال تعال نقعد على القهوه شويه. تعال. يا باسم يا حبيبي، نفسي تقول لي حاضر ونعم من غير ما توجع لي قلبي. طب مش افهم بس ليه ياما؟ من غير ليه، على راي عبد الوهاب، خد كام يوم اجازه من الشركه من عمك. قولي لي ناوي على ايه وانا اريحك. يوه يا باسم يا ابني، بلاش المناهده دي. بعدين مش بتقول انك انت متضايق وان الدنيا ملهاش طعم عندك؟ هو جدي قال لك؟ طبعا قال لي. هو جدك خب حاجه عني؟ ده انا نجات. بقول لك ايه، اقعد مع نفسك كده وراجع نفسك، شوف ايه اللي مخلي الدنيا ملهاش طعم عندك. حاضر ياما. بصي بقى، لو يريحك ان انا ما اروحش الشغل خالص ممكن ما اروحش. بجد يا باسم؟ بجد ياما. ربنا يخليك ليا يا حبيبي، وانا مش طالبه منك غير كام يوم تستغنى فيهم عن جنه عرفه. هو انت خليت حيلتي حاجه عشان اصرف على البيت؟ دعبسه شويه كده يا حلوه، جيب السبع ما يخلاش. جيب السبع. طمن يا عطا، خلاص خلتني على الحديدة، يعني لو ما سبتليش فلوس هموت من الجوع. فلوس؟ أيوة. ولا أقولك براحتك، براحتك على الآخر، أنا اللي أستاهل عشان أمنتك وسلمتك كل اللي حيلتي. بقولك إيه، ما تقلبيهاش مناحة، أنا مش ناقص فقر. مش هتكلم خالص، اعمل اللي انت عايزه. عشان تعرفي ان انا فايز وجدع. حسبي الله ونعم الوكيل. ما عرفتش ايه الامانه دي يا عبدو؟ لا يا باشا ما عرفتش، بس واضح انها حاجه مهمه قوي، لان عرفه لما سمعها اتوتر ووزعني يا باشا عشان ما فهمش حاجه. بس احنا لازم نعرف ايه الحكايه دي. عارف مين اللي ممكن يفيدك في الموضوع ده يا باشا؟
مين؟ الدكتور فكار. فكار؟ ايوه باشا الدكتور فكار، انا شفته واقف مع شاكر وبيحكي معاه، ممكن يكون قال له حاجه. فكار ده هو سبب كل المصايب اللي بتحصل كده. شاكر واخته في خطر كبير قوي. فكار؟ اقولك ايه، انسى اللي سمعته ده خالص مني، انت فاهم ولا لا؟ اوعى تجيب سيره فكار ده على لسانك وانا هتصرف. يا باشا فكار الراجل الطيب اللي بيعطف على كل الناس، يبقى هو سبب مشاكل؟ مش قلنا ننسى؟ حاضر يا باشا انسى، لو ان دي حاجه صعبه قوي تتنسي، لانها حاجه عجيبه يا باشا. عايزني في حاجه تانية اعرفها بيه ولا اتكل انا؟ استنى يا فايق، مش عارف ليه حاسس كده ان في حاجه غير طبيعيه، انا عايزك تستنى معايا شويه يمكن احتاجك. ازيك يا عارف؟ كتير كويس. هو في شغل الليله؟ الشغل الليله دي شكله هيبقى كتير قوي. فايق، كنت فاكر ان فايق ده هيحميك يا عرفه. هو في ايه يا دكتور؟ هتعرف حالا. كان في جيب بدلته. خسرتك يا عرفة، كنت فاكر انك اذكى من كده بكتير. انا كنت بعمل نفسي ضد قدركم. كان غيرك اشطر يا عرفة بيه. عامر اصل انت غالي عندنا قوي يا عرفة، موتك هيبقى بطريقة خاصة. عامر تاني وانت نشوى، خلي الرجال تكتف في الجثة دي. شفت انت غالي عندنا قد ايه يا عرفه؟ هنفككك حته حته ونبيع كل حته بالشيء الفلاني. انا شخصيا بفكر ان اخد منك حته تذكار. حكير جبان، بكره الليله الكبيره هخلص من الكل وهختم بيك انت يا عرفه. خدوه. خلاص مش الليلة. ليه؟ لازم اخلص من الكل الاول وبعدين اختم بيه، مش يمكن يحصل حاجة واحتاجه. يعني انت معانا الليلة هنا؟ ايوه.
الرجال عندهم اوامر انهم يخلصوا على الكل، وبعدين اختم بعرفه واخلص بقى من المهمه الطويله دي. استاذ شكر كويس اني لقيتك، انا عايزك في كلمتين يا استاذ شكر. شوف بقول لك، انا النهارده مزاجي رايق ومش ناقصك. انت في خطر كبير انت واختك يا استاذ شاكر. خطر؟ خطر ايه؟ معرفش، بس المهم تاخد اختك وتخلعه كده كام يوم. ودي حكايتك بالظبط؟ ما تسالنيش يا استاذ شاكر ايه حكايتك بالظبط، انا المهم ريحت ضميري وقلت لك اسمع اللي بقول لك عليه، خد اختك واختفه كام يوم. شفت بقى رغيك معايا ده اخرنا عن حس الاولاد. ولادي مالكش دعوه انت بالحكايه دي، ده السلاح الجديد اللي انا بحضره. يا عم ان شاء الله حتى تحضر عفريت، المهم تاخد اختك وتخلعه من هنا. هروح ادي حصه الاولاد وافكر في اللي انت بتقوله ده. اشرب القرفه. يا رب تسمع الكلام يا استاذ شاكر وتاخد اختك وتمشي من هنا، على الاقل احس ان انا عملت حاجه كويسه بعد العذاب اللي انتوا شفتوه مني. هخش بحجة انه يخلصني من امير وامه بعد اللي عملوه بنتي ندى. دي حجة كويسة، وبعدين فعلا الانسة ندى تستاهل حد افضل من اللي اسمه امير ده. ربنا يعوضها ان شاء الله بواحد يستاهلها ويقدرها بدل الوقعة السودة اللي كانت هتوقعها دي. ان شاء الله. انا مش عايزك تقلقي، احنا مأمنين كل حاجة، اهم حاجة بس تاخدي بالك من الكاميرا لان هتبقى عنينا جوه الفيلا. خليها على الله، محدش بيموت ناقص عمره. والله العظيم ما عندك فكرة أنا قد إيه فرحانة إن بقى ليا دور معاكم. أنت دورك معانا من زمان أهو يا ست نجات، أنت السبب في إن أنا أشك في فكار ورقبه. أنا؟ إزاي؟ فاكرة لما عرفة سرق منك الشنطة وجيتيلي ورفضت تعملي محضر؟ يومها خرجت أدور على عرفة عشان آخد منه الشنطة بطريقة ودية. عملت تحريات على عرفة لحد ما رصدته في مطعم، رحت عشان أحاول أرجع منه الشنطة. طلعت وراه بعربيتي عشان اعرف فيه ايه لحد ما وصلنا لمنطقه مهجوره. وشفت فكار او رافي جانيرو على حقيقته، ومن يومها قررت اراقبه واعرف ايه السر اللي وراه. بالك من نفسك، ما تخافش خليها على الله. مش موجود. يعني ايه مش موجود؟ معرفش.
يعني ما تعرفش انت بتتكلموا مني ليه؟ انا ما اعرفش. بعدك لازم اشوف عرفه بيه. يا عرفه يا عرفه بيه، ما انا لازم اشوفه، يعني لازم اشوف عاوزاه في حاجه مهمه. يا عرفه بيه يا عرفه بيه، من فضلك اهدي وبلاش عشره. بقول لك ايه، اسمعي وليه يا انت؟ اسمع راجلين، طب انا لازم اقابله، انا لازم اقابله، سامعاني ولا لا؟ ده انت مصممه بقى. ايوه يا اختي مصممه بقى. ايه رايك يا وليك؟ طب اتفضلي استريحي 5 دقايق لما بلغه. ماشي يا اختي، 5 دقايق، نص ساعة، ربع ساعة، اللي انت عاوزاه يا حبيبتي. اتفضل فين؟ اتفضل. طيب يا اختي. عشان تسألي على عرفة وتعملي الشوشرة دي كلها. استلقي وعدك بقى. استلقي وعدي؟ هو في ايه بالظبط؟ احنا هننفذ لك اللي انت عايزاه حالا. انت عارفه يا اختي انا عاوزه ايه؟ انت هتنفذ امتى؟ لما يجيني الخبر الاكيد انهم خلصوا على رجاء وسعديه وسالي. خلصوا على مين؟ انت مالك انت؟ يلا خدوها. بحاصر ايدك. نجات، ايه اللي جابك يا نجات؟ حظ الاسود اللي مهب ب60 نيله يا سيدي. ابعد ايدك دي، السلاح يطلع. يا نهار اسود ومنيل. الله، انا عايزه افهم ايه الموضوع وفي ايه؟ وايه جو الرعب اللي انا فيه ده؟ طب انا نجات استاهل اللي بيجرالي، لكن انت، انت ايه اللي جابك يا نجات؟ انت مالكيش ذنب، مالكيش ذنب. ماليش ذنب؟ انا مش فاهمه حاجه. لا يا عم، لو عندك، بقول لك ايه، ما تقول له ابعد البتاع ده عن راسي. لو عندك سيطره هنا. سيطره؟ كيف؟ خسرتك اعرف. يا خسرتك ايه وزبت ايه؟ هو ده وقته بس. استنى يا عم، بالمعروف بس شويه، بس افهمك، بس هتفهم معايا. انا مش عارفه انت ليه مصمم ان احنا نسافر. يا سماح، انا هسفرك تقعدي في البلد كام يوم عشان انا ابقى مطمن عليكي. بس انا بقالي كتير قوي ما سافرتش البلد وما اعرفش اي حد هناك. يعني هيكون مين هناك؟ اهلنا وناسنا واولاد عمنا. صدقيني هوا الريف هيعجبك جدا ويهديلك اعصابك. انا مش عارفه ليه، انا مش عارفه اقنعه. في ايه؟ We'll be right back.
انا حاسبكم مع بعض شويه لحد ما اروح اخلص من الامور الصغير سامر عشان اختم بيكم. سلام يا حلوه. سلم فوق قلبك، كل ده يطلع منك. اما تحس سواء دواء صحيح. انت ايه يا اخي؟ انت كبله ما بتحسش، ما عندكش دم. شايف عمالك الصوت وصلتنا لايه؟ ليك حق يا رجال، ليك حق في كل حاجه. استني لو انا دلوقتي هقول لك الحقيقه واقول لك اللي حصل قدام البنك. خدت الشنطه وركبت تاكسي بسرعه، لقيت نفسي بعدت عن البنك. في حاجه غريبه قوي كانت بتحصل لي، تحسس ان الشنطه تقيله قوي، حمل تقيل عليا. رحت قعدت كام يوم في لوكانت صغيره كده لحد ما الدنيا تهدى. والاغرب ان كل الوقت ده ما قدرتش افتح الشنطه. في يوم نزلت اتغدى في مطعم قريب من اللوكاندا وخدت الشنطة معايا عشان كنت خايف عليها. احسن يا فندم. طيب سيبنا افكر ولا اقول لك هات لي الشاي وضيفه على الحساب؟ تمام. بجد حيلة بقى. فين؟ راضي؟ اتفضل يا باشا، سيدي الفلوس اللي معايا، وبعدين انا هديك الساعه الذهب بتاعتي، خليها رهن معاك. ها، على ما اروح بس اتصرف كده الفلوس واجي لك على طول. ها، اشرب انت الشاي. ولما قابلت فكار ما كانش قدامي اختيار تاني، يا اما ابقى معاهم يا اما اموت. صدقيني انا جد فلوس المرحوم راضي موجوده عندي في الدولاب فوق في الفيلا. لو ربنا نجاك يا نجات يبقى خد الفلوس واحكي الكل على اللي حصل. يا ريت نجات تسامحه. مش عارف اقول لك ايه، اللي زينا ما يعرفوش غير يسامحوا. واذا كان ربنا سبحانه وتعالى بيسامح، انا مش هسامح. ربنا يسامحك ويسامحني ويسامح كل مخلوق وينجينا من اللي احنا فيه ده يا رب. We'll be right back.
كل شيء تمام وبعدها انتوا هترتاحوا خالص. سنيور للاسف المكالمه مش هتيجي لانك انكشفت يا راجل. ايوه والبوليس محصل الفيلا. لكن يا سنيور الليله نهايه رافي جانيرو. لا لا كده ليه؟ لا ما هو كده مش هينفع، انا هنزل ادور عليها. استنى يا باسم يا ابني، الغايب حجته معاه زمانها جايه. اتاخرت ليه يا نجاه؟ شنطه راد الحق رجع لاصحابه يا حاج. فلوس ابوك رجعت يا باسم، ابوك رجع لي الفلوس يا سميه. راضي فلوسك اهي يا حبيبي، اهي معايا. طمني طمني يا قلبي، طمني يا عمري. اخيرا اخوك رجع لي كل فلوسي، فلوسي اللي تمام بقت في حضني اهي. تعال يا باسم، تعال يا حبيبي، خد فلوس ابوك اهي، اهي يا حبيبي، اهي يا ضناي، اهي يا قلبي. Thank you.
اي كلمه هقولها لحضرتك مش هتوفيك حقك ابدا على اللي عملته معايا انا وابنك. لا شكر على واجب يا مدام، وبعدين احنا اللي بنشكرك لان انت ساعدتينا ان احنا نقبض على الشبكه دي. ولعلمك بقى السي دي اللي انت اديته لنا هو اللي خلاهم يصبروا عليك. دكتور فكار الحقيقي انسان عظيم، رفض نشاطهم من القذر، لولاه ولولا ان هو فرغ السي دي في الشريحه اللي ادهاني ما كنتش وصلته لكده. عموما الحمد لله الموضوع انتهى، الحمد لله على سلامتك وسلامة ابنك سامي. عن إذنك. اللي حصل ده زي بنتك يا محاسن، ما مش الأم بس اللي بتحبل وتخلف، الأم اللي بتربي، وده اللي أنت ما عملتوش. عندك حق، ذنب ناس بتخلصوا ناس، بس يا رب تكون تعلمتي من اللي وانا في ايدي ايه اعمله؟ في ايدي كتير قوي. تعوضي بنتك عن الايام السودة اللي شافتها معاكي. وانا ما اهلتي حاجه عشان اعوضها عن اللي فات. لا حبيبتي الفلوس مش كل حاجه، البنت محتاجه الحنان، تبقى في حضني، محتاجه انك تهتمي بيها. طب تفتكري هتسامحني؟ يا لهوي تسامحك ازاي؟ ما سامحكيش، دي بنتك ضنابي. واساليني انا اللي من غير ام حالي وام. طب هي ما جتش معاكي ليه؟ والله كنت اجيبها معايا، بس موضوع المخفي جوزك ده ما حدش يعرفه ولا انا، وعشان كده اللي جيت اخدك. انت يا نجاه؟ طبعا. ايه اللي انا؟ احنا مهما كان احنا اهل، عمر الدم ما بيبقى ميه. واذا كان على بنت جوزي هم هيتجوزوا وهتبقي مسؤوله منهم وهم مسؤولين بيك. ايه رايك في الموضوع ده بقى؟ انا مش عايزه من الدنيا اكتر من كده، اني اكون في وسطيكوا. يا اختي يا قلب نهار ابيض، واحنا بيتنا وقلبنا مفتوح لك. في ايه؟ الاجدخانه اتشمعت واتحجز على كل اللي فيها. حلو كلام؟ وحش كلام. ليه؟ فكر بتاعك طلع مجرم يا عطا. يطلع مجرم ما يطلعش مجرم، انا ماليش دعوه، انا ليا حاجات جوه ولازم اخدها. اوعى اخد بس حدي. حدي ممنوح ايه؟ ما توديش نفسك في داهية لا تتحبس معاهم. تحبس مين؟ انا ماليش دعوه بحاجه، انا قعدتي جوه. حدي بقول لك جوه. اوعى على عيني. حدي ربنا يعوض عليك يا عاطف. حدي يعوض عليا يعني ايه؟ يعوض عليا يعني ايه؟ يلا فضلوها يا اخوانا، يلا يا ابو طارق اتكل على الله. يلا يا اختي، يلا يا اختي. شو هي؟ خربت نفسي بكل حاجه عشان الحاجه دي. تقومي تقولي لي ما اخشش؟ انا دي حاجتي جوه، انا حرمت نفسي بكل حاجه عشان الحاجه اللي جوه دي. اتجوزت محاسن، اتجوزت محاسن وفي الاخر كل حاجه تضيع. لا حتى هترجع كان انا عطا اللي محدش يضحك عليها ابدا. انا عطا خدها. خد الاكل ده عارفه. كتر خيرك يا نجاه، خد القرشين دول يا ابني ينفعوك كنت تحتاجهم. الله يخليك ليا، بس انتوا مصدقين انا كنت عايز ارجع الشنطه ده؟ مصدقين ولا مكذبين؟ ما عادش يفرق. لا تفرق معايا كتير، والله العظيم انا ما كان في نيتي اذيه حد فيكم. ارجوكم عشان خاطر تصدقوني، سامحني يا ابني. يسامحك يا ابني، ربنا يسامحنا كلنا. ما تشيلش هم يا عرفه، انت برضه مهما كان انت اخو الغالي وعمي ولادي، يعني مش هنسيبك ابدا. قصيره العمر يا نجات،
قلت له عمرك أصيل، بس أنا خلاص أنا مش عايز حاجة. أنا بدفع ثمن اللي عملته في حياتي كلها وراضي بحبنا ربنا عشان خاطر أنا جد. خلي بالك من أبويا ومن ولادك، وخلي سمية بنتي تسامحني. نسامحك، دي بنتك وإن شاء الله الزيارة الجاية أنا أجيبها لك معايا. وما تنسيش تجيبي باسم من هنا. إن شاء الله الزيارة الجاية هتلاقي ابن باسم في سمية. ده منعين يا منعين. معلش يا جماعه كفايه كده، احنا مش هننسى لك الجميل ده ابدا يا حضره الانصار. خلاص سامحني سامحني سامحني. ربنا معاك يا خسارتك يا عارف. اشوف وشك بخير يا نجاة. مع السلامه. مش عارفين نشكرك ازاي يا حضرة الضابط اشرف على اللي انت عملته معانا. لو عايزه تشكريني فعلا يبقى تعزميني النهارده على العشاء في البيت عندك، عشان في موضوع مهم قوي عايز اكلمك فيه. يا نهار ابيض، ده انت ما شاركتكش الارض يشيلك على راسك من فوق. تشرف وتأنس يا ابني. سميه، احنا غلطنا غلطه كبيره قوي لما سمحنا للظروف تفرق بينا. انت بتقول لي انا الكلام ده؟ انا عارف ان انا كنت سبب، بس انا خلاص اتعلمت الدرس. سمية انا محتاج لك جنبي قوي. متاكد ولا هترجع تفتكر اللي عمله عرفه؟ تعالي معايا. اجي معاك على فين؟ هطلب ايدك دلوقتي حالا من امي وجدي عشان تعرف ان انا متاكد. ده ايه الجنان ده بقى؟ هو في احلى من الجنان؟ يلا يا اختي انزلي معايا انزلي معايا، ده انت باين عليكي ما صدقتش. استاذ شاكر، الحمد لله على السلامه يا استاذ شاكر. الله يسلمك. ازيك يا سماح؟ مين ده يا قريب؟ ايه ده؟ هي مالها يا استاذ شاكر؟ فقدت الذاكره. لا حول ولا قوه الا بالله. دي احسن حاجه حصلت. لو قعدت افكر في الحل ده 50 سنه ما كنتش وصلت له. ربنا سبحانه وتعالى اداني فرصة جديدة عشان ابدأ مع اختي من اول وجديد وهي لسه صفحة بيضاء. طيب خلي بالك منها يا استاذ شاكر. حاضر، اصل احنا مسافرين البلد كده كام يوم نغير جو بقى. يلا بقى يا ابي. حاضر، مع السلامة يا سماح. مع السلامة. مع السلامة. قلت لي اسمها مالكيش دعوة بيه خالص، انسيه، ده وحش. بجد وحش؟ وحش. خلاص بقى يلا بينا من هنا. طب يلا هات ايدك. لا حول ولا قوة إلا بالله. قبل ما نقوم على السفرة وناكل عندي كلمتين لازم أقولهم لكم. باسم ابني النبي حرسه ويخليهولي يا رب. طلب إيد حبيبة قلبي سمية وانا وفيت. وندى طلبها حضرة الضابط اشرف وانا برضو وفيت. ولا ايه يا ست العرايس؟ ما تردي ردي يا ام عيون جريئة، ولا عاملة مكسوفة دلوقتي؟ اما يا اولاد طبعا انتوا عارفين كلكم ان الشنطة دي فيها فلوس المرحوم راجي. نصيبك يا ابني في الفلوس دي ربنا يكرمك فيه ان شاء الله. هتروح تفتح المشتل وتشغله ويفضل اسم جدك كده منور على باب المشتل، وتتجوز حبيبة قلبي سمية، وربنا يا ابني يبارك لك ويجعلك الذرية الصالحة في البيت ان شاء الله.
بقول لك ايه يا باسم يا ابني، هتروح تعيش مع محاسن في البيت حماتك. اوعى يا ابني تسيبها، كفايه كل اللي سابوها. دي العيش يا ام، دي في عينينا. ولا ايه يا محاسن؟ ما هما دلوقتي بقوا معزوتك. اما نصيب ندى بنتي فهو هيكون لجهازها، جهازها على حضرة الضابط اشرف. وربنا يا بنتي يجعلك الذريه الصالحه معايا يا رب. ما تقلقيش يا عروسه، حد ظابط زمانه جاي. معلش عندنا بطشيه النهارده، هنعمل ايه؟ اما بقى انا وجدكم فكفايه علينا ان شاء الله معاش المرحوم راضي، الف رحمه ونور عليه، وربنا يطول في عمر جدكم. ولا اي حاجه؟ ايه رايك؟ رايي ايه بقى نجاة؟ الف حمد وشكر ليك يا رب، الف حمد وشكر ليك يا رب. او كده الكلام يا نجاة والا فلا. وبيت المرحوم راضي هيفضل مفتوح ليكوا ولولادكم، ويلا جيبوا لي الذريه الصالحه عشان اربيهم زي ما ربيتكم. ربنا يا اولادي يطول في عمركم يا رب، بس ده في حاله ايه؟ ان ربنا يطول في عمري انا ان شاء الله. يا رب يا رب يا رب. ابقى عينا زغروطه بقى. اه اه